Recording. Recording. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن حضراتكم تكونوا بخير. إن شاء الله بإذن الله تكون السيشن دي مجدية بإذن الله تعالى. إحنا هنستنى الراوند دقيقتين بإذن الله ونبتدي، علشان لو حد لقيت مثلا حد حابب إن هو يجوين، حد لسه ما كانش وصل له اللينك، يبقى الموضوع بس يبقى حرام، إحنا ما ظلمناش حد عشان تبقى كل الناس استفادت بإذن الله تعالى يعني. فإن شاء الله بإذن الله دقيقتين وهنبتدي إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازاي حضراتكم؟ اعتقد احنا اعطينا كمان 3 دقايق عشان نبتدي ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله تبقى سيشن مجدية باذن الله تعالى. اولا اعرف حضراتكم بنفسي، انا مس نورهان عصام، وهبقى المحاضر المختص بمادة الساينس سبيشالي الفيزيكس وكل البرانشز بتاعت الساينس ان شاء الله في السيشن بتاعت النهاردة. واحب كمان ارحب بزميلتيني مس فاتن الانجليش انستراكتور اللي هتكون مسؤوله عن ماده الانجليش. انا بحضرتك مس فاتن. أهلا بيكم، ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. إن شاء الله تبقى سيشن لطيفة نقدر حلو نرد ان شاء بيها على الله. كل الاستفسارات وكل ال questions اللي ممكن تكون موجودة عند ال parents إن شاء الله. ان شاء الله باذن الله. وكمان معانا باشمهندسه هبه طلال يوسف، هتكون الانستراكتور المسؤوله عن ماده الماث. ازاي حضرتك يا ميسي؟ حضرتك سامعانا؟ ازيك يا ميس نورهان؟ سامعاكم. ازاي حضرتك؟ الحمد لله الحمد لله. الحمد لله. فاهلا بحضراتكم ان شاء أهلا الله. بك. اهلا بحضرتك يا ميسي. ان شاء الله السيشن بتاعت النهارده هتكون سيشن تعريفيه، من يعني واحده من ضمن السلاسل السيشن التعريفيه اللي بتدعمها انوفا علشان تعرف الطلبه النيو كامرز، الطلبه الجداد او اللي عايزين يلتحقوا بنظام الاي جي او الشهاده اللي هي البريطانيه الاي جي سي اس اي، يعرفهم اكتر عن النظام، نعرفهم ونتكلم عنه اكتر، نحاول ان احنا يعني نكسر بعض من الشائعات المنتشره عن النظام، ونجاوب على اسئله حضراتكم قد ايه النظام ان شاء الله يكون مفيد لاولادكم. تمام. انا الاول بس حابه ان انا اشكر المنصه اللي هي اتاحت لنا الفرصه ان احنا نقدر ان احنا نكون سيشن لطيفه تعريفيه عن الاي جي سيستم، واحده من ضمن السلاسل يعني محاضرات تعريفيه بالنظام اللي هتبقى دي اول واحده منهم المحاضره النهارده. وبعد كده في سيشنز تعريفيه تانية لكن يعني لبواقي بقى النظام بقى اللي هو الديتيلز اكتر، التفاصيل الزياده اكتر للطلبه الاي جي كبار، ازاي الطالب يقدر يختار امتحاناته ومواده ويقدر يفرق ما بينهم ازاي. ان شاء الله باذن الله هيكون في سلاسل تعريفيه تانية. المنصه منصه انوفا بروف بشكرهم جدا، هم سكول فيرتشوال سكول. الفيرتشوال سكول عندهم ستاف كبير جدا من مدرسين ممتازين وكفاءات كبيره وعاليه لجميع الفئات العمريه. ما شاء الله هم بروفيشنالز جدا في الاونلاين education، الاونلاين سيشنز بصوره كبيره، نظام الاونلاين اللي بقى واخد حيز كبير جدا من يعني حياتنا اليوميه، سواء كان شغل education، سواء كان على حسب اختلاف المجالات بقى هندسه طب كليات. فنظام الحمد لله نظام الاونلاين بقى له فيلد قوي جدا. بشكر جدا انوفا بروف لان هم بجد ناس بروفيشنالز بيقدموا حاجه بصوره كويسه جدا، وفوق كل ده وده هم عندهم مسج بيوصلوها، وهم ازاي فعلا يساعدوا البيرنتس ويساعدوا الستودنتس ان هم يجو اون ذا تراك. ما يعني بجد شكرا جدا جدا ليهم، وهبقى ابعت لكم اللينك بتاع البلاتفورم بتاعهم او بتاع المنصه بتاعتهم الموقع على الشاتنج بوكس وانس ان احنا نتكلم. بس هبقى اعرف حضراتكم برضو ازاي السيشن بتاعتنا هتكون ماشيه عشان يبقى الوضع مرتب ويبقى يقدر الكل يستفاد باذن الله تعالى. ان شاء الله السيشن بتاعتنا هتكون هنتكلم في الاول على نظام الاي جي، وبعد كده هنتكلم على كل ماده من ضمن المواد، الثلاث مواد الاساسيه لنظام الاي جي. الاي جي بيعتمد على 3 مواد اساسيه من اول ما بيبتدي، من اول جريد 1، او عندنا حاجه اسمها جريد اللي هو الير 1 او اولى ابتدائي، بس احنا في الاي جي بنسميهم جريد، لحد جريد 12 اللي هم الصف الثالث الثانوي. الثلاث مواد الاساسيه هم الانجليش طبعا، الماث، والساينس اللي بعد كده بيبقى برانشد. وزي ما قلت لحضراتكم الانجليش هتكون الانستراكتور اللي هتتكلم عن الماده بصوره كبيره مس فاتن، والانستراكتور الخاصه بماده الماث هتكون باشمهندسه هبه الله يوسف، وانا ان شاء الله هكون معاكم في الساينس بكل فروعه باذن الله تعالى. خلونا الاول نتكلم على الاي جي سيستم. ايه هو الاي جي سيستم؟ سبيشالي الاي جي سي اس اي هي الشهاده البريطانيه الثانويه. الشهاده دي شهاده دوليه معتمده من قبل اكثر من 160 دوله حوالين العالم، ودي
بتخليني عندي فرصة كبيرة أنا كطالب إن أنا يبقى عندي الأوبورتيونيتي أو الفرصة إن أنا أروح أخد سكولرشيب أو منحة دراسية في أحد الجامعات البرة اللي هي الجامعات الدولية المعتمدة، ودي حاجة كويسة جدا. يعني هو بيأهلك لمجال العمل وبيأهلك بصورة كويسة عن طريق إن هو بيعلي من مهاراتك، بيدرس الطالب المواد على حسب مرحلته العمرية. يعني ما عندهوش الطالب يبقاش قاعد طول السنة عنده صداع، يا ربي أنا عندي كمية مثلا topics كتيرة في المادة دي لازم أخلصها، وعندي كمية topics كتيرة في المادة دي أنا لازم أخلصها. هو بيعتمد على أنه بيحترم المنتاليتي أو عقلية الطالب أيا كان عمره. هو كأنك عندك عمارة، العمارة دي بتبتدي تطلع دور، هل ينفع توصل للدور الرابع من غير ما تعدي على الدور الثالث؟ هل ينفع أوصل للدور الثالث من غير ما أعدي على الدور الثاني؟ وهكذا. إذن هو building up، هو بس هو بيبني على بعضه. فالأساس بيكون عندك إن أنت مثلاً بتبتدي في سنة تعلى عليها تاخد نفس التوبكس دي السنة اللي بعدها، لكن زيادة مثلاً فكرة أو اتنين وهكذا. وفكرة السكول بيلدينج فكرة البيلدينج اب للستودنت دي فكرة كويسة جدا جدا، لأنها بتريح الطالب، ما بتخليش الطالب طول الوقت حاسس إنه بياخد مواد كتيرة جدا يجي وكبها ساعة الامتحان وخلاص أندتت. لا، هو بيعلمه صح، بيديله مهارات يستغل مهاراته بصورة صحيحة جدا، وكمان بيعرف يوظف مهاراته دي في ورقة الامتحان، فبالتالي الطالب في الآخر خالص لما بيجي يدخل كلية بيكون كواليفايد، عارف يشتغل بإيده، عارف يفكر، عارف ينتج ويطلع ويبقى طالب متميز يعني. فتحديداً كده أو بصورة بسيطة جداً، الـ IGCSE system هو International General Certificate of Secondary Education، ده اختصارها، تمام؟ وهي شهادة دولية، الشهادة دي بتكون معتمدة من دول زي ما قلنا دول أجنبية كتير جدا جدا، يقدر الطالب ياخد سكولرشيب ويقدر الطالب إنه يدرس فيها. طبعا الاي جي لي الجهة الاعتماد بقى بتاعت الامتحان، طبعا طالما هنتكلم على منهج فبالتالي أنا لازم أخلي الطالب ده يمتحن عشان يبقى عندي أقول إن الطالب ده خريج معاه الشهادة الدولية دي، والشهادة دي يقدر إن هو يقدم بيها بالجامعات وما إلى ذلك. فجهة طبعاً الامتحانات بتاعتهم بتيجي من إنجلترا، تحديداً أنا عندي كذا بورد، كذا يعني بورد اللي هو كذا جهة بتمتحن الطالب، لكن مش هنخوض في الكلام ده دلوقتي، لكن هيكون من ضمن سلسلة تعريفية تانية للطلبة اللي هم من أول جريد 10 اللي هو الصف الأول الثانوي، وجريد 11 وجريد 12 اللي هو الثانية ثانوي وثالثة ثانوي، وهو دولت اللي بياخدوا في الآخر خالص الـ IGCSE Certificate، هما دولت الطلبة اللي بياخدوها في الآخر خالص. الطلبة دي بتكون بتاخد شهادة اللي هي الـ IGCSE، تمام؟ بتمتحنها عن طريق البورد اللي هو جهة الامتحان زي وزارة التربية والتعليم المصرية اللي عندنا لما بتمتحن طلبة الثانوية العامة. هما عندهم نفس الكلام، بس الكلام ده امتحاناتهم بتيجي من إنجلترا، يعني الامتحان بيسافر، والامتحان الحمد لله غير قابل نهائي للتسريب، وبعدين يبتدي الطالب يمتحن، وبعد لما الطالب يمتحن يرجع الامتحان يسافر مرة تانية يتصحح، وبعدين تظهر النتيجة بعد الامتحان بتقريبا شهرين، تمام؟ طيب تعال نتكلم على الجريدز اللي هم بتدعمها كامبريدج أو بتدعمها التعليم اللي هو الاي جي اوفر اول. احنا عندنا فئات عمرية كتيرة جدا، عندنا فئات عمرية الأول اللي هم الطلبة الصغيرين اللي هم بتوع جريد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6. أول 6 سنين دي مرحلة عمرية، ويجي عند سنة جريد 6 بيمتحن امتحان، والامتحان ده أوبشن، يا ياخده يا ما ياخدهوش. فياريد الأولياء الأمور، ياريد أولياء الأمور اللي ولادهم من أول عندهم ولاد داخلين لسه داخلين جداد، أو ولادهم داخلين على سنة تانية أو تالتة أو رابعة أو خمسة أو ستة، يركزوا معايا في الجزئية دي، تمام؟ طيب الولاد الصغننين دولت اللي هو من أول جريد 1 لحد جريد 6 دولت 6 سنين. الست سنين دولت في نهاية الست سنين
بيمتحنوا اللي هو على جريد 6 بيمتحنوا امتحان اسمه التشيك بوينت اكزام، تمام؟ زي سته ابتدائي لما كانت شهاده كده عندنا بالظبط، هي زيها بالظبط. بس الامتحان ده اختلافه عن سته ابتدائي العاديه ان الامتحان ده اوبشن. والله حضرتك ممكن تقدم على الامتحان، ودي ميزه في الاي جي ان هي تديك الاوبشن ده. حضرتك عايز تخلي الطالب يمتحن من جهه الاعتماد ويضاف شهاده في فايل الولد، في ملف الولد، ان الطالب ده معاه شهاده التشيك بوينت بتاعه يير 6 بتاعه سنه 6 ابتدائي، اوكي. حضرتك مش حابب وحابب التقييم يجي من المدرسه، وان المدرسه هي اللي تعمل الايفالويشن او تعمل التقييم او تعمل له امتحان يعني كده عشان تقيم الطالب بنهايه السنه، والله برضو مفيش مشكله خالص واوكي، تمام. الفكره ان هو بيديك الاريحيه في الاختيار، ودي ميزه كبيره في نظام الاي جي. ده بالنسبه لاول ست سنين، تمام. هنيجي نتكلم على بدايه المرحله اللي هي بتاعت اولى اعدادي، اللي هي بنسميها في الاي جي جريد 7. فانا عندي جريد 7 وبعدين جريد 8. جريد 7 ده الصف الاول الاعدادي العادي جدا، والجريد 8 هو الصف الثاني الاعدادي. المرحله دي هيجي حد يقول لي طب امال فين ثالثه اعدادي؟ لا، ثالثه اعدادي اللي هي جريد 9 دي هتكلم عليها بعدين. انا هتكلم الاول على جريد 7 اللي هو الطلبه اللي داخلين اولى اعدادي والطلبه اللي داخلين ثانيه اعدادي. طلبه جريد 7 بيبقى بيتقال عليهم اللي هم الطلبه بقى اللي طالعين خلاص من 6 رايحين 7. يبتدي ساعتها هو كطالب يتعرف على المواد، بقى بيكون بقى السكيلز بتاعته عالت شويه، يبتدي يتعرف على المواد. بيكون جريد 7 هو يعتبر النواه الصغنونه خالص للاي جي. ليه؟ بيبتدي يدرس المواد على حده، ويبتدي يعرف سكيلز جديده، ويبتدي يتعلم ومش عارف ايه، الدنيا بتبقى عنده حلوه جدا. وامتحانه بيجي من المدرسه في اخر السنه. نيجي بقى لجريد 8 اللي هي الثانيه اعدادي. ثانيه اعدادي دي سنه برضو زيها زي يير 7 بالظبط، ما فيهاش مشكله ولا اي حاجه، بس عندها تاني شهاده يقدر الطالب يقدم عليها اللي هي الامتحان الثاني للتشيك بوينت. يبقى انا عندي اول تشيك بوينت في سنه 6 ابتدائي اللي هو جريد 6، وتاني امتحان يقابل الطالب برضو جاي له من انجلترا امتحان التشيك بوينت الثاني اللي هو في جريد 8، تمام كده. وبرضو ده اوبشن، حضرتك يا عايز ابنك ياخد الشهاده دي وتتضم للفايل بتاعه، يا مش عايزه ياخدها وتكتفي ان الامتحان يجي من المدرسه ويقيم من المدرسه، وده هيكون كويس برضو ما فيهوش اي مشكله. لحد كده احنا عدى علينا 8 سنين من يير 1 لحد يير 8. نيجي بقى للمرحله اللي هي بتبقى محيره زي ما بنقول، اللي هي جريد 9. جريد 9 كان في بروتوكول لطيف كده حصل بين وزاره التربيه والتعليم المصريه وبين الكامبريدج او ما بين البرتش كونسل يعني اللي هو الجهه المختصه، وطلبوا منهم. والكلام ده برضو لحد يير 8 موجود في طلبه الخليج عادي، يعني لو حد من طلبه الخليج بيسمعنا ايا كان البلد اللي هو فيها، في السعوديه، في الامارات، في قطر، في الكويت، في البحرين، في اي بلد من دول الخليج بينطبق عليه نفس الكلام. ودي ميزه ثالثه تضاف للنظام ان هو دولي، فبالتالي بيبقى فيه اللي بيسري على ده بيسري على ده وبيسري على ده وهكذا. في شويه تغيرات بسيطه هتكلمنا عليها بعد كده باشمهندسه هبه الله يوسف، بس خليني انا بشرح لكم الموضوع بصوره مبسطه جدا عشان اقدر اوصل لك الفكره بصوره لطيفه، وبعد كده استقبل من حضراتكم الاسئله. نيجي على يير 9. يير 9 في مصر بتسمى الكور. الكور ده اللي هو الحاجه الفاندمنتال، الحاجه القلب، الحاجه اللي فيها البيزكس، اللي الطالب بيدرس كل الحاجات الاساسيه والافكار الاساسيه لكل المواد. يعني هقول لكم مثلا في الساينس بيبتدي يدرس فيزيكس لوحدها وكيمستري لوحدها وبايو لوحدها، ودي ليها امتحان منفصل تماما عن دي، منفصل تماما عن دي. وانا في الساينس برضو هبقى اديكم فكره على الاختلاف اللي بيحصل هنا وهنا وهنا. الفكره ان لازم في يير 9 الطالب ينجح. المره دي هو بقى اول سنه هو لازم يدخل الامتحان بتاع كامبريدج،
وكمان مش بس يدخله، لأ ده كمان لازم يعدي منه، يعني لازم ينجح في الامتحان ويعدي من year 9 عشان يبقى مؤهل لدخول الثانوية الإنجليزية اللي هي الـ IGCSE، اللي هي الشهادة الكبيرة بقى، اللي هي grade 10 أو ما يعادل الصف الأول الثانوي. تمام؟ في grade 9 امتحاني بدأ أول امتحان إلزامي أهو، بعد امتحانين option. الامتحانين اللي فاتوا كان واحد في year 6 اسمه checkpoint 6، وواحد في year 8 اسمه checkpoint 8، وواحد وهو الكور ده الإلزامي اللي هياخده في 9. في طلبة الخليج في فروق على year 9 في المرحلة دي، في طلبة مدرستهم ممكن يمتحنوها وممكن يمتحنوا تبع المدرسة، بيبقى على حسب المدرسة هي بتقرر إيه، لكن هنا بيبقى في امتحان المدرسة هي ساعتها اللي بتقول لك توجيهاتها، يعني على حسب ميول المدرسة. وارجع أقول تاني إن باشمهندسة هبة الله يوسف هتقول لنا عن الفرق في طلبة الخليج في year 9 و year 10. تمام؟ ندخل على year 10. يبتدي عندي هنا بقى ده الطلبة اللي دلوقتي داخلين على year 10 وعلى year 11 وعلى year 12 يقدروا يسمعوني. هقول حاجة عشان أطمن بيها الناس بس. الطالب المحول من أي قسم، لو هو محول من ناشونال سيستم اللي هو من نظام مصري، يقدر يدخل الاي جي من أي سنة. هو كواليفايد إنه يدخل الاي جي من أي سنة. هيبقى في حاجات بسيطة جدا احنا هنكون بنساعده بيها كمدرسين، اللي هو بداية اللي هو السكيلز اللي تخليه يبقى كيببل مع الاي جي سيستم، يعني طريقة حل الامتحان، والله الفرق مثلا كشور زيادة في المادة دي كده، لكن هو هيكون مؤهل ويقدر يدخل بكل اريحية، يدخل تماما وهو مرتاح تماما من اي سنة للاي جي. حتى الطالب اللي بيدخل من على طول على جريد 10، ايوه هو عنده الابيليتي ان هو يقدر يخش من جريد 10 عادي. هيختلف بس زي ما قلت لحضراتكم، اللي هو هيبقى محتاج الطالب ده حاجه اسمها preparation كورس، كورس صغير كده بياخده سمر كورس في الصيف لطيف كده، بيبقى كام حصه بحيث ان هو يبقى داخل للسنه اللي بعدها هو اوريدي ملم بكل الثغرات اللي هو فاتته، يبقى عارف كده مالي ايديه كويس جدا جدا من السكيلز بتاعته، يبقى كمان حاسس ان هو هيقدر يؤدي باذن الله تعالى. اما بالنسبه للطالب الامريكان اللي هو داخل على نظام الاي جي برده ما يخافش خالص، هو نفس الكلام، يعني معنى كده ان اي طالب يقدر يدخل نظام الاي جي؟ ايوه اي طالب يقدر يدخل نظام الاي جي طالما هو لسه هيدخل على year 10. بعد year 10 ما ينفعش طبعا، لكن هو لازم عشان ياخد الـ IGCSE لازم ياخد year 10 11 12. فالطالب لازم يدخل من year 10. من اي سنه تانية يقدر يدخل؟ اه من اي سنه تانية يقدر يدخل عشان ياخد الاي جي، من اي سنه تانية، لكن بعد year 10 هيكون ساعتها الموضوع لا هيبقى فيه كلام. طيب ندخل بقى على year 10. انا عندي year 10 11 12، دولت بقى الثلاث سنين تحديد المصير زي ما بيقولوا كده للاي جي سي اس اي اوفر اول. لما بيخلصوا بيبقى بساعتها بيتقال ان انا عندي الطالب ده تمام اخذ شهاده الاي جي سي اس اي بعد طبعا جريد 12، اخذ شهاده الجي اس الاي جي سي اس اي ايم سوري اخذها. خليني اوري حضرتكم بتفصيل كده بسيط تماما. انا عندي جريد 10 وعندي جريد 11 وعندي جريد 12، خلاص احنا بقينا عارفين ان كلمه جريد يعني سنه. جريد 10 اللي هي بتعادل الصف الاول الثانوي، اما جريد 10 فبتعادل الصف الثاني الثانوي. انا كاتبه اول مرتين بعتذر. الصف الثاني الثانوي، وطبعا جريد 12 هي الصف الثالث الثانوي. طيب بيبقوا ماشيين ازاي؟ بيبقى ماشي ازاي العمليه دي؟ بتبقى ماشيه ازاي بالظبط؟ بمنتهى البساطه، بمنتهى البساطه جدا، بيجي الطالب على جريد 10 تمام، بيجي الطالب عند جريد 10 ويمتحن عادي، عنده سنه طويله جدا. السنه بتاعتنا في year 10 بتبتدي عادي جدا في شهر 9 عادي،
في شهر 9، السنة بتبتدي في شهر 9 تمام، وتخلص معايا على شهر امتحاناتهم يعني بتكون في شهر 5، ده الامتحانات. فبيكون الطالب عنده القدرة انه يذاكر السنة الكاملة. طب وبعد كده؟ بعد كده بقى بيتقسموا ترمات، بعد كده بيتقسموا ترمات، يجي عند جريد 11 بيتقسم عندي لدورين، لترمين يعني، بيريح من شهر 5، يريح يعني طب سوري هيمتحن في 5 ويخلص قرب 20/6 كده، يعني هما بيقعدوا حوالي شهر يمتحنوا تقريبا، يخلص قرب 6 كده، لما يخلص في 6 هيقعد يريح حوالي شهر، بعدين يبتدي دروسه، مثلا يبتدي دروسه يا على اول 7 يا نص 7 تمام. طيب ليه هيحتاج انه يبتدي دروس تانية في شهر 7؟ علشان هيجي يدخل في جريد 11، اول امتحانات لجريد 11 امتحانات اسمها اكتوبر نوفمبر سيشن، دي اول امتحانات، فيقعد يذاكر في البيت شهر نص 7 و8 و9 ويمتحن امتحاناته. طبعا بيكون هو اختار المواد اللي هو عاوز يدرسها، ودي ميزة رابعة لنظام الاي جي، ان انا من حقي ان اختار المواد اللي انا عايزها واللي انا هدرسها واللي تتوافق مع الريكويرمنتس او الاحتياجات اللي طلبها مني الكلية، سواء كنت انا عايز ادخل مجال علمي اللي هو مثلا الصيدلة والطب والطب الاسنان وكل ده، ده بيبقى ليهم مواد، وبرضو هيبقى فيه سيشن تعريفية، بعيد تاني هيبقى فيه سيشن تعريفية خاصة بطلبة الاي جي سي اس اي جريد 10 و 11 12 لازاي يختار المواد بتاعته، ازاي يقسم مواده، طب الكليات محتاجة ايه، طب ازاي يقدم على سكولرشيب، الكلام ده هيبقى ليه سيشن لوحدها لطلبة جريد 10 و 11 و 12، فعشان ما يقلقوش بس انا بدي فكرة عامة للناس على الاي جي. اذا رجوعا تاني لنفس النقطة اللي كنا بنتكلم منها، انا قلت ان هو هيريح شوية في 7 ويبتدي دروسه في اخر 7 او في نص 7 علشان يدخل اول امتحان اكتوبر نوفمبر سيشن، وبعدين بيمتحن في اكتوبر ونوفمبر شهر 10 و11 برضو بيمتحن شهر، وبعدين يريح في شهر 11 او نص 12، يعني من نص اخر 11 لنص 12، وبعدين يبتدي يدرس للمواد اللي هيمتحنها في ماي جون اللي بعده. يعني جريد 11 احنا فكناها على 2 سيشنز، كانه كان ممكن يدرس مثلا 5 مواد، درس 2 هنا و3 هنا عادي جدا، وبيفصل ما بينهم في شهر راحه، ودي حاجه كويسه جدا. نفس الكلام بيحصل لجريد 12، بعد ما يخلص الماي جون هيكون عمل نفس الكلام، خلاص امتحن في شهر 6 نفس الكلام، هيريح الحبة دول ما بين النص آخر 6 اللي خلصوا والنص أول 7، بعدين يجي يسجل مواد جديدة عشان يمتحن في أول دور هيعدي عليه هو أكتوبر نوفمبر، يعني دايما أول دور بيعدي أكتوبر نوفمبر. وبعدين أنا هنا بتكلم برضو بعيد تاني، بتكلم على نظام كامبريدج، بعدين يجي يمتحن بعد كده في ماي جون وهكذا. اذا لو جينا صنفنا كام ترم عندي هنا، كام ترم عندي، انا عندي 1 2 3 4 5، عندي 5 سيمسترز، 5 ترمات، واحد بتاع جريد 10 مفروش على سنه كامله، عشان كده دايما بنقول للطالب في جريد 10 دي فرصتك ان انت تجيب اعلى جريد، دي فرصتك ان انت تذاكر وتجيب درجات عاليه. والطالب بتاع جريد 11 و12 برضو بتبقى الدنيا خلاص بقى، بيبقى طالب اخد على التنظيم في الافكار واللود بتاعه بقى تمام ومرتب وتفكيره بقى كويس، والطالب بقى عارف هو عاوز ايه وعارف هو عايز يدخل منين وفين، ويبقى فاهم كويس جدا جدا احتياجاته، ودي ميزه كبيره في الاي جي ان هو بيوجهك. يعني يجي يقول لك لو انت عايز مثلا توصل لكليه الهندسه ادرس كذا وكذا وكذا، لو عايز توصل لكليه الطب ادرس كذا وكذا وكذا، لو عايز توصل كذا، فهو بيوجهك. الكلام ده مش بس للهندسه بتاعه اسكندريه، لاي هندسه في العالم. وزي ما قلت لكم طالب الاي جي بيبقى عنده الاولويه لعن اي نظام تاني
إنه يقدر ياخد منحة دراسية في أي جامعة من الجامعات اللي هي بتعتمد بتبقى معتمدة يعني نظام الاي جي، ودي بتبقى فرصة هائلة جدا للطلبة اللي حابين إن هم يدرسوا برا مصر ويتعلموا وياخدوا اكسبيرينس جديدة. طيب هنيجي نتكلم على آخر حاجة تعريفية لنظام الاي جي، يا واحدة بس هاجي اتكلم يمكن هنا الفرق ما بين البوردز هتكلمنا عليهم باشمهندسة هبة الله يوسف. هاجي اتكلم على الجريدنج سيستم، هاجي اتكلم على الجريدنج سيستم، فتحديدا هرجع تاني اتكلم على جريد. انا اسفه ممكن يكون اللون ده مش باين، معلش هرسم بلون تاني. هتكلم على جريد 9، احنا اتفقنا 9 هياخدوا حاجه اسمها الكور، جميل. وهتكلم على جريد 10، وجريد 10 هياخدوا حاجه اسمها الاكستندد. يعني ايه الاكستندد؟ هو اعلى ليفل شويه من جريد 9، اعلى ليفل شويه، تمام. بس هو احنا زي ما قلنا الكونسبت بتاع كامبريدج هو انها بتبني عماره، يعني انا ما ينفعش اوصل للدور الرابع من غير ما اعدي على التاني وعلى التالت، نفس الفكره. انا ما ينفعش ادخل على جريد 10 وانا ما عنديش الاساس في جريد 9، هو نفس الفكره. كل ما في الموضوع بيبقى المناهج ازيد فكره فكرتين ثلاثه بس كده. فالطالب دايما بنقول له اللي تاسس في 9 كويس هيرتاح في 10. الله، طب يا ميس انت مش قلتي ممكن ندخل عادي في 10؟ اه عادي، مفيش مشكله خالص، هتدخل في 10 عادي جدا كانك ما اخدتش في 9. ما انت كده كده هتدرس اللي انت اخدته في 9 تاني في 10، وبعدين هتقل عليه بفكره او اتنين. فعشان كده ابقى مطمن، حتى لو انت داخل من جريد 10 ما فيهاش اي مشكله خالص، تمام. بالنسبه للدرجات بتبقى في جريد 9 بس اعلى درجه ممكن يجيبها الطالب هي سي. سي دي يعني امتياز، يعني احنا بنتعامل على الجريدنج سيستم، تمام، زي الكليات كده. انا عندي ستار بتبقى في جريد 10، ستار دي اللي هي اعلى درجه مثلا اللي هو امتياز، وده مش لازم الطالب يكون مقفل ورقه الامتحان، ودي ميزه 5 لنظام الاي جي، مش لازم يكون مقفل ورقه الامتحان. يعني انا لو عندي طالب، ودي كونسبت بتوصله دايما كامبريدج لاولياء الامور، لان يعني دايما بيبقى عندنا فوبيا، انا لازم ابني يجيب الدرجه النهائيه، انا لازم كذا. لا، حضرتك ممكن ابنك ما يجيبش الدرجه النهائيه ولا حاجه، وممكن ابنك يبقى درجاته مش درجه نهائيه يعني بس جايب امتياز. ليه؟ بيبقى حاطين رينج، يقول لك مثلا من 90 ل 95 انا اقدر اقول على ده امتياز. طبعا إيه لما فوق يبقى امتياز عادي، يعني طالب ممكن ينقص بالخمس درجات في الورقه ويبقى جايب امتياز، اه عادي جدا، على حسب كل سنه بيبقى على حسب تقييماتهم، لكن مش لازم الطالب يكون مقفل ورقه الامتحان، لان الاي جي عنده مبدا مهم جدا انه دايما بيحاول انه يسعى انه يعلم الطالب ويفهمه ويحاسبه على نطاق فهمه. فالميزه اللي عندنا كمان، الميزه السادسه في نظام الاي جي، ان هو حضرتك مش مطالب انك تحل في الامتحان كما انزل من الكتب المقدسه يعني. لا، انا لو كاتب صح، كاتب علميا صح، قادر ان انا اوصل الفكره بتاعتي صح، عامل الورك اوت اللي هو الستبس يعني زي ما بنقول عليها الستبس صح، كل ده اخدت درجتك كامله. حتى ولو كان في اختلافات بسيطه في طريقه التعبير مفيش مشكله، لان انت فاهم وموصل رسالتك صح، وبناء عليه انت اقدر اقول لك انت شخصيه ممتازه تستحق الامتياز عن جدار، تمام كده. اخيرا وليس اخيرا، هو الجريدنج سيستم الجديد اللي هو من 1 ل 9 زي الامتياز بالظبط. يعني يا مس اعلى درجه هي 9، ايوه لو جبت 9 يبقى انت كده امتياز، واقل درجه هي 1، اه اللي هو ربنا يتولاك بقى بالظبط كده، تمام. تمام، ده بصوره بسيطه نظام الاي جي اوفر اول ان اول، خاص بمواد كتيره جدا جدا. انا دلوقتي هستقبل الكويستشنز بتاعتكم في الشاتنج بوكس، وهبتدي اقرا الكويستشنز، والكويستشنز اللي هتكون متاحه ان انا اقولها دلوقتي، في كويستشنز ممكن تؤجل سنة صغنونة لحد ما تخش على باشمهندسة هبة الله يوسف في الماث، أو على حسب السؤال يعني. حاضر، طيب أنا شايفة إن هو اتبعت اللينك، لو حد حابب إنه يسأل حاجة يقدر يسأل في الشاتنج بوكس. أوكي،
في حد كان بيسأل، معلش هاخد سؤال سؤال، في حد كان بيسأل ايه هي المواد لجريد 9؟ اوكي حلو جدا، حضرتك في جريد 9 انا عندي المواد الأساسية اللي هم English, Math, Biology, Physics, Chemistry، دولت المواد الأساسية. فهم بيدرسوا خمس مواد، طبعا معاهم مواد الوزارة العربي والدين وكذا، بس بيبقى متطلب منهم ان هم ينجحوا فيها فقط لا غير. معنى كلمة كيرف، معنى كلمة كيرف هو التصحيح لما بيخلص بيبقى ساعتها يقول لك متوقع الدرجات. زي مثلا ايه لما كنا في الثانوي في العادي في الثانوي العادي يقول لك والله ده مثلا نسبة النجاح كانت 80% 90%، فهو نفس الفكرة كده، نسبة الطلبة اللي جابوا مثلا، الطالب مثلا لو جاب من درجة 90 مثلا ل 95 اقدر اقول عليه جاب امتياز. ده معنى كلمة كيرف، فهماني؟ ده المعنى. وكل طبعا ما الكيرف كان واطي معنى كده الامتحان كان صعب، طول ما كان الكيرف عالي يعني عدد الدرجات اللي هو مثلا عشان يجيب ستار لازم ينقص مثلا درجة ولا اتنين، معنى كده الامتحان كان سهل جدا يعني. سؤال حلو جدا من عمار، هو بيقول هو هل لابد من الالتحاق بمدرسة في مصر؟ لابد من الالتحاق في مدرسة للأسف، هو البروتوكول كده في مصر. لكن لو انت من الخليج لا، انت ممكن تسجل تبع البريتش كونسل، تخش السفارة البريطانية تقول لهم انا سوري الكونسولية البريطانية تقول لهم انا عايز اسجل اي دي في جريد كذا، فهم بيقولوا لك بقى ايه الحاجات اللازمة وكده. لكن في مصر لا، لازم الطالب اللي هيدخل اي دي يكون معتمد. حاضر حاضر يا تبارك، انا هبعت لك الباوربوينت، حاضر هنرفعه باذن الله على جروب الواتساب اللي احنا اتبعت عليه اللينك الباوربوينت. اوكي، ايه هو مواصفات الطالب اللي يقدر يحقق في الاي جي؟ خلينا متفقين على قاعده ثابته، من يتقي الله يجعل له مخرجا. يعني حضرتك في اي حاجه في الدنيا لو ذاكرتي ربنا هيوفقك ويوصلك للتارجت اللي انت عاوزاه، لكن اي حاجه اهملتيها لا طبعا، هترجعي ترمي اللوم على السيستم، مع العلم انا اللي عندي تقصير. فانا نصيحه اي طالب يقدر ان هو يخش الاي جي، طالما هو الطالب ده عارف مستقبله، وطالما الطالب ده ما شاء الله ما شاء الله ذكي وبيقدر ان هو يشتغل. وحتى الطالب اللي هو بيبقى مثلا، في بعض الطلاب مثلا او بعض الشكاوي من اولياء الامور اللي هو انا ابني ما بيعرفش يقعد عشان يذاكر، انا ابني مطلع عيني في المذاكره، انا وانا وانا. نظام الاي جي في ميزه، ودي الميزه السابعه لنظام الاي جي، انا بعدهم الميزه السابعه لنظام الاي جي، ان هو بيعرف يغير المينتاليتي بتاعه الطفل او المينتاليتي بتاعه الطالب، بيخليه باي فورس بالقوه كده انه يبقى مرتب، يعني يخليه يشتغل، يخليه يذاكر، هو على طول على طول في متابعه، على طول على طول في امتحانات، على طول على طول بيبقى دايما بياخدوا حاجات جديده، فدايما بيبقى كثير الاطلاع، دايما عنده نوليدج، دايما فاهم، دايما بسم الله ما شاء الله يعني على الطلبه يعني. ف لا لا يعني مواصفات الطالب زي ما قلت لك كده. اوكي يعني احنا عندنا كذا كم سؤال ده يعني. اوكي اوكي، what does it mean classified؟ حلو قوي. classified ده زي الكلاسيفايد ده عباره عن ايه؟ زي حضرتك ما تجيبي كتاب تدريبات كده وعلى الدرس الاول اوكي عليه كل الاسئله بتاعت الدرس الاول من السنين السابقه، من الامتحانات بتاعت السنين السابقه، فده الكلاسيفايد. فانا مثلا جبت مثلا الوحده الاولى الدرس الاول جه عليها كام سؤال في السنين اللي فاتت، فده الكلاسيفايد، ان هو بيكون مقطوع الاسئله على حسب عناوين الدروس في السنين السابقه. طيب من فضلك التقييم ازاي للجريد الصغيرين من 1 ل 6؟ بيبقى في حضرتك بالنسبه للصغيرين من 1 ل 3، من 1 ل 3 بيكون تقييمهم تبع المدرسه عادي، سوري من 1 ل 5 بيمتحنوا امتحانات تبع المدرسه عادي جدا، والمدرسه هي بتحط لهم التقييم بتاعهم ما فيش مشكله خالص. في 6 بيبقى زي ما قلت لحضرتك بيبقى في امتحان اوبشن اللي هو التشيك بوينت اكزام، ده حضرتك عايزه تخلي ابنك يسجل فيه بتخليه يسجل فيه، لو مش عاوزه براحه حضرتك ما فيش مشكله خالص، بس احنا دايما بننصح ولي الامر انه يخلي ابنه ياخد الترايل دي، يجرب يدخل يشوف لجنه من بريتش كونسل جايه هتقف عليه، ياخد الاكسبيرينس يعني ياخد الفكره من 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 كده، وبعدين بيطلع تقييمه بيسافر الامتحان يتصحح ويرجع ويقول لك مثلا والله الولد ده جايب اوت اوف 6، زي بالظبط نفس الفكره بالظبط، بس ده بدل 9 بيبقى 6.
لو جاب 6 طبعا يبقى جايب امتياز في كله، وفي الاغلب اصلا بتكون شهاده لطيفه جدا، الولاد كلها بيجيبوا فيهم 6 يعني ما تقلقيش. ازاي حضرتك تختاري المواد على اساس ايه؟ طيب هو السؤال ده هيتجاوب عليه في السيشن التعريفيه الثانيه مش دي، عشان ساعتها هتكون السيشن الثانيه زي ما قلت لحضراتكم انا عندي سيشن تعريفيه ثانيه خاصه بطلبه جريد 10 و11 و12 فقط لا غير، انه يعرف ازاي يختار المواد بتاعته ويوزعها ازاي، والطلبه على حسب ميولها، اللي عايز يدخل ميول هندسه يعمل ايه، اللي عايز يدخل ميول مثلا صيدله طب اسنان، اللي عايزين حتى يخشوا بيزنس وكده يعملوا ايه. فدي هيكون ليها سيشن كامله فتابعينا ما تقلقيش. طيب لو طيب انا ممكن اوكي الاء عاشور حضرتك بره مش في مصر. جريد 11 لو انت داخله على جريد 11 لا اعتقد هيبقى في سيمستر كامل واقع منك، فانت لازم هتعوضيه يعني لازم هتعوضيه، والجهه على حسب اللي هتمتحني معاها هي اللي هتقول لك هتعوضي ده ازاي، لان انت داخله على جريد 11 وانا قلت بدايه الاي جي من جريد 10. حاضر والله هبعت هبعت الباوربوينت والله حاضر. طبعا في انوفا بروف عندهم ادمنستريشن تيم بيقدر يساعدك ويقدر يقول لك اختاري كذا عن طريق كواليفايد تيتشرز بقى لهم بال 25 سنه مدرسين و30 سنه، يعني ناس ما شاء الله تقيله يعني، هيقولوا لك طبعا ويساعدوك. انوفا بروف من مميزاتهم ان هم بيدعموا ده بصراحه. طيب في questions تانية كتير قوي، احنا بس ممكن عشان في أسئلة تانية داخلة في الإنجليش، أو أنا شايفة في ناس داخلة في الإنجليش وكده، فخلونا طالما هنبتدي نتكلم على الإنجليش وما تقلقوش والله احنا هنبعت الواتساب جروب، احنا أو أنا أو باشمهندسة هبة أو مس فاتن هنبقى able إن احنا نرد على أسئلة حضراتكم، حتى لو حضراتكم بعتوا لنا برايفت مسج على الواتساب احنا ما عندناش مشكلة خالص. يعني أنا هبعت لحضراتكم تاني، هستأذن من فريق انوفا ان هم يبعتوا لنا تاني لينك الواتساب عشان لو في حد مش على الجروب ويقدر يبعت لنا اسئلته ونقدر نبعت له باستفاضه جدا الحلول اللي هو عاوزها. فانا عشان في اسئله اتكررت كتير على الانجليش فهستأذن مس فاتن. ايوه انا هنا اهو. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. في اسئله كتيره بتتكلم على الانجليش، فهستاذن حضرتك تكلميني على الانجليش، وانا بالنسبه للبيرنتس اللي هم بعتوا اسئله تانية ما تقلقوش والله انا هبعت تاني الواتساب لينك، حضرتك اتاكد ان انت جوين على الواتساب لينك، وهنبعت هبعت يعني ان شاء الله باذن الله ارقام تليفوناتنا على الواتساب، حضرتكم تقدروا تبعتوا لنا في اي وقت هنقدر نجاوبكم ما تقلقوش خالص، يعني ما فيش سؤال هيضيع مننا كده، لا اطمنوا تماما. اتفضلي مس فاتن. اخباركم ايه؟ انا مس فاتن علي، حبيت اكلمكم عن شويه حاجات كده من كامز تو انجلش، انجلش لانجويج بالنسبه للصغيرين، بنتكلم من 1 لحد year 8 مثلا، هي بتبقى من اهم المواد او تعتبر من اهم المواد، يعني انجلش والماث والساينس الكور سبجكتس، وبتفرق قوي مع الاولاد في شخصيتهم، في تعبيرهم عن نفسهم، في معرفتهم بالثقافة والعلم وربط ده بحياتهم، يعني حاجات كتير جدا. بالنسبة يعني بعد year 8 الحكاية بتبتدي تتغير شوية، لأن بيدخل فيها اهتمام أكتر بالgrades، وإن احنا عايزين نسكور بشكل أو نحقق سكور حلو علشان بعد كده ان شاء الله في 10 و11 يبقى فيه يعني سكور كويس يقدر يأهلنا لان احنا نروح كلية كويسة ان شاء الله. فانا كنت حابة اوريكم البرزنتيشن. حضرتك مفتوح عندك الشير يا مس؟ ايوه بالظبط. طبعا ايه مس نورهان اوريدي مشكوره، اتكلمت عن البريدج سيستم بالذات الاي جي سيستم والجريدنج بتاعه بشكل وافي بصراحه. احنا الميشن بتاعتنا او احنا الايم بتاعنا في انوفا بروف ان احنا نخلي الطالب اللي عايز يحول من سيستم للتاني
او من السيستم ايا كان السيستم ده ناشونال امريكان للاي جي سيستم يكون سهل وبسيط. وده هنعمله ازاي؟ بان احنا نركز على نقاط القوه اللي عند الطلاب دي. تمام، مثلا على سبيل المثال لو حد مثلا في نظام الناشونال او في نظام الامريكان، فهتلاقي بالنسبه للانجليش هتلاقيه شاطر جدا في السبيسيفيكس بتاعت الانجليش، زي مثلا ايه الجرامر، السبيلنج، الحاجات دي. هنضيف له شويه الحاجات التانية اللي ممكن تخليه مميز وشاطر برضو في الاي جي سيستم، وده هتكلم عليه اكتر. دي لينكات ممكن احنا كبيرنتس نبص عليها عشان نعرف احنا انفورميشن او معلومات لوحدنا. يعني احنا حابين دلوقتي احنا اخذنا الديسيجن او اخذنا القرار ان احنا عايزين الاي جي سيستم لاولادنا، طب او عايزين الكامبريدج سيستم لاولادنا، فنعمل ايه؟ في دي لينكات ممكن نبقى نبعتها على الجروب بتاع بعد اذن يعني انوفا للبيرنتس، ان هم يقروا عن السيستم باستفاضه لوحدهم، وفيها كتير جدا من ممكن حد يبعت اسئله ويتجاوب عليه دايركتلي من كامبريدج. يعني ميزة الاي جي سيستم او حتى كامبريدج سيستم مع الاطفال الصغيرين لحد ما يكبروا معانا ويخرجوا كل حاجة، ان هو بيتعلم من خلال سواء انجليش او ماس او ساينس، يعني بيتعلم من خلال اكتيفيتيز ايفنتس، يعني بيتعلم من خلال ان هو يجرب الحاجة بايديه، يحس بيها، يبريزنت حاجة. دايما في حتة الاكتيفيتي، دايما في حته ان انا ايه مش باخد حاجات جامده بحفظها او باخد حاجات جامده بابلاي عشان امتحان، لا، والامتحان مش فوكس زي ما مس نورهان اتكلمت. الحقيقه يعني هو الكاركتر او الشخصيه بتاعت الطالب هي اهم حاجه بالنسبه للسيستم ده. ازاي يعرف يتكلم، يعبر عن نفسه، ازاي يعرف يبقى عنده شخصيه، يفهم نفسه، يعرف شخصيته، ازاي يعرف تاريخ التاريخ العالم، وازاي يتعلم من التاريخ ده باستخدام اللغه بقى. يعني هي الانجليش بيجي كده، ان هو في كذا حاجه الحقيقه، في ديفلوبمنت للشخصيه وفي ديفلوبمنت للمعلومات. هتلاقي الطالب عارف كتير جدا لانه بيقرا كتير قوي، تمام، وبيطلع كتير جدا. هتلاقي عنده يعني ثقل كده، مش مجرد طالب بيقرا وبيأبلاي وخلاص. فدي من المزايا الجميله بتاعت الاي جي سيستم او بتاعت البريدج سيستم يعني مع الاطفال الصغيرين. الحاجه الجميله الثانيه برضو عن الاي جي سيستم ان هو بيربط المواد ببعضها. ازاي؟ يعني انا ممكن ادرس حاجه في الانجليش وما يعادلها او ما يساعدها في الماث وفي الساينس، ممكن اربط الحاجات ببعضها. على سبيل المثال مثلا ممكن اكون بدرس بالاطفال الصغيرين، ممكن اكون بدرس مثلا قصه عن اطفال مثلا بيعملوا جاردن مثلا، او بيزرعوا او بيحبوا ان هم يزرعوا، وايه هي النباتات اللي بيزرعوها. فتلاقي في نفس الوقت في درس عن البلانتس او عن الانواع الورد او في الساينس، وفي الماث برضو ممكن يكون بيابلاي ده بشكل او باخر. يعني هو بيحاول يربط المواد ببعضها، ما تبقاش ديسكونكتد او ما لهاش علاقه ببعض. فدي حاجه تانية بتخلي الطفل بيتعلم، والمعلومات اللي بتوصل له بتكون ليها بعد مميز، يعني بيبان جدا في شخصياتهم. بالنسبه للانجليش بقى بالذات، يعني نتكلم عن الانجليش بقى سبيسيفيكس بتاعت الانجليش، هو احنا سواء بنتكلم من 1 كي ستيج 1 اللي هي من 1 year 1 و2، وعندكم 3 4 5 6، وبعد كده عندكم 8 و9 7 8 9، وبعد كده عندنا الكبار بقى اللي ايه ربنا يوفقهم ان شاء الله. كلهم بالنسبه للانجليش بيدرسوا اهم حاجتين بيدرسوهم بالنسبه لي انا في الانجليش، الريدنج والرايتنج. الريدنج اللي هو العادي اللي اكيد اي حد في اي سيستم اتعرض له قبل كده، ان هو يقرا تكست ويحل عليها الكويستشنز من خلال فهمه للتكست ده. الرايتنج بيبقى في جزء كبير جدا ودرجه كبيره جدا على الافكار المميزه، يعني هو بيركز قوي على الشخصيه اللي كاتبه الطالب ده. هل هو طالب مطلع بيقرا؟
هل الطالب ده بيفكر، عنده افكار مميزه، وهكذا. يعني بيركزوا قوي على الجزئيه دي. طب هل انا ابني عنده الافكار دي ولا لا؟ طب انا قلقان كده؟ لا، مفيش قلق خالص، لانه هو طول السنين دي او طول السنه حتى لو هو لسه محول بيبقى بيتعرض لكميه تكس وكميه قصص وكميه ريبورتس ومواضيع حتى يعني واقعيه وغير واقعيه، بتخليه هو عنده ايه زي مخزن افكار جميله جدا، وبيبتدي هو يشغل دماغه، مخه يشتغل بشكل جميل. يعني في خلال الريدنج والرايتنج بقى بنبتدي نطبق الجرامر والبنكتويشن والسبيكينج والليسننج. يعني ممكن دي ما بيبقاش ليها فرع خاص بيها، لا هي بتبقى انتجريتد او جوه الريدنج والرايتنج. يعني هما بيركزوا اكتر على الريدنج والرايتنج. طبعا في بعض المدارس بتدرس الليسننج وبيبقى جزء، بيبقى امتحان. يعني ممكن نبقى ندخل في تفاصيل بقى الفيرست لانجوج والسكند لانجوج، بس ايه ده اوفرول يعني اللي ولادنا هيتعرضوا له في الانجليش. احنا بالنسبه لنا في انوفا بروفس هنبقى بنشوف بنعمل زي اسسمنت كده للطالب ده، ايه اي طالب في الدنيا عنده نقط قوه، ايه هي نقطه القوه بتاعت ابني؟ مثلا ان هو بيعرف يكتب بخط جميل، وبيعرف يحط punctuation او علامات ترقيم بشكل مظبوط. دي حاجه جميله جدا بالنسبه لي، هتشتغل عليها وهنمي له الحاجات الفروع التانيه. حد تاني مثلا شاطر جدا في ان هو يقرا ويلاحظ يلاحظ معلومات بشكل سريع، ده برضو انا هشتغل معاه، هبتدي من دي وهتفرع في الحاجات التانية وهكذا. فمفيش قلق خالص لو احنا بنحول، او مفيش مشكلة خالص بالنسبة للإنجليش بالذات، لانه من الحاجات اللي الولاد بتحبها جدا وبتبقى بسيطة ولطيفة بالنسبة لهم. يعني كل ما بيكبر grading system برضو مس نورهان اتكلمت فيه، وهو زي ما هي قالت بالظبط، هو بيبقى رينج. الرينج ده مش متغير على حسب، لو احنا بنتكلم على check points اللي هي 6 او 8 و9 و10 و11 و12، كل ده بيبقى متغير. ليه؟ لان هو في الاخر عايز، مش عايز يحكم على الطالب ان هو لازم يجيب الفول مارك او الدرجه النهائيه، لا دي مش حاجه مهمه خالص بالنسبه لنا. مهم جدا ان هو يكون اتطور كشخص وكمعرفه وكعلم. يعني هي دي اهم حاجه بالنسبه لنا. يعني فعشان كده بيبقى بيرسنت يعني او رينج. اعلى رينج مثلا من 100% لل 83%، ده بيبقى ايه عالي بالنسبه لنا. مثلا من 1 ل 6 من year 1 او من grade 1 لجريد 6 بيبقى out of 6 زي ما بس نورهان قالت. بالنسبه للاكبر شويه 9 لفوق بيبقى عندنا لحد 9، ودي حاجه ممكن نشرحها بعدين. يعني فمهم جدا ان البيرنتس يكونوا فاهمين، اولياء الامور يكونوا فاهمين ان ابني لو هو جايب بي مثلا فدي مش حاجه وحشه، بالعكس ده هو اهم حاجه. هل هو اتحسن؟ قدامه قد ايه على الاي مثلا؟ ايه الحاجه اللي ناقصه؟ ودي حاجه برضو سهل جدا نعرفها ونشتغل عليها. يعني ودايما كامبريدج برضو من الحاجات الجميله اللي مس نورهان قالتها وحب ان انا اكررها تاني، احنا مفيش حاجه بنرميها. يعني احنا درسنا حاجه، ده في الانجليش بيحصل برضو، بندرسنا حاجه بنكمل عليها وبنفكرهم بيها تاني، بنشتغلها تاني وتالت، بنفضل الولاد بيفضلوا يشتغلوا على الحاجات هي بس ايه بثقل. يعني نفس الكونسبت هو بس ايه بنكبره شويه شويه، ما بنرميش حاجه ابدا. فبتلاقي الولاد عارفين اوريدي هم هيدرسوا ايه، بس الجديد بتبقى حاجات بسيطه قوي، كونسبت بسيطه بيبيلد اب كل سنه. يعني ده بالنسبه لي اللي انا كنت حابه اقوله عن الانجليش. لو في اي questions انا طبعا ابقى سعيده جدا ان انا ارد عليها. وثانك يو فيري ماتش. ميرسي جدا يا مس فاتن. لو في حد عنده question تخص subject الانجليش وحابب او متخوف منها، او حابب ان هي تبقى السبجكت دي فاهمها، او عايز يتكلم او يسال على حاجه مخوفاه او ايا كان، احنا معاكم. انا برضو برجع اقول لحضراتكم، انا بعت اللينكات على الشاتنج بوكس علشان تقدر الناس اللي ما جاوبناش على اسئلتها مثلا، او في اسئله كانت مثلا سبيسيفيك على حاجه معينه،
احنا بعتنا لهم لينك الواتساب، ما يلاقوش خالص ما يلاقوش خالص. احنا هنرد على كل الاسئله ان شاء الله تعالى على الواتساب، حتى لو حب حد يعني في حد حابب يبعت لنا برايفت مسج ات ويل بي، يعني ما فيش مشكله خالص خالص خالص، احنا هنا فعلا عشان نساعدكم. طيب عندنا يا مس اسئله، هو يا مس فاتن عندنا كريم بيقول how to improve in English reading and writing. مس فاتن هو انا موجوده سامعك. اوكي ازاي نمبروف في الريدنج والرايتنج؟ والله هو لو احنا بنتكلم على سن الصغير فاحنا قدامنا وقت طويل جدا تو امبروف، فما فيش مشكله خالص في النقطه دي. هنخلي الاولاد يقروا كتير جدا، وممكن حتى احنا في انوفا بروفس نقترح كميه حاجات جميله جدا ممكن تتقرا، وحتى نعمل زي ايه ريدنج كلاسز. دايما مهم جدا عندنا ان احنا نكون حصيله الاول وبعد كده ندخل الاولاد في امتحانات وهكذا. فهي بس ايه فكره ان هو يحب الانجليش وايه ويبتدي يحب القرايه، لان القرايه دي مهمه جدا ما نقدرش ايه نتغاضى عنها. وبعد كده يبقى في برودكشن بقى، او يبقى في ايه الرايتنج او الكتابه، ازاي هيكتب وهو ما عندوش حصيله او ما عندوش. فلازم الريدنج، لازم القراءه دي حاجه اساسيه بالنسبه لنا جدا. لو احنا بنتكلم على الكبار شويه برضو بتبقى القراءه، وبرضو وفي نفس الوقت ان احنا نحل اكتر امتحانات، نتعرض اكتر للستايل بتاع الكويستشنز، ستايل بتاع الاكزام بشكله ايه. دي حاجه ده بالنسبه للكبار يعني ابتداء من 9. قبل كده ما فيش اي قلق، لانه في وقت طويل ان احنا نشتغل على مهارات القراءه ومهارات الكتابه والحاجات دي كلها، من خلال ان احنا نحل حاجات، في جيمز ممكن نلعبها، في افكار كتيره جميله يعني اكتيفيتيز ممكن يعملوها كتير جدا الموضوع ده يعني. بس هي القراءه يعني دي اول كي، خصوصا لو هو طالب في الاي جي سيستم يعني. اوكي يا مس فاتن، كان في ده في اسئله يعني، في حد كان بيسال على، انا بساعد حضرتك برضو. ايوه يا ريت، اسفه. يعني في فاطمه كانت بتسال اسهل بورد للانجليش، بس انا برجع معلش استاذن حضرتك بس فاطمه علشان تفهمي الفرق ما بين البوردز سواء كان اوكسفورد او كامبريدج او ايدكسل، عشان بس ما نلخبطش الناس، عشان في ناس لسه داخله ما تعرفش ده قوي. بالظبط. ايوه بالظبط. فاحنا عاملين، برجع اقول لك تاني، اول سيشن تعريفيه دي هي اول واحده في السيريز في السلسله كلها، هي اللي احنا بنديها النهارده. بعد كده في سيشن تعريفيه تانية خاصه بالطلبه بتوع الاي جي سي اس اي اللي هم بادئ من جريد 10 11 اند 12، وهنتكلم على اختلاف البوردز وازاي الطالب يختار البورد المناسبه له. هنتكلم على كل ده في سيشن كامله تقدري تستفادي منها later on. ده بالنسبة ردا على فاطمة. تمام. محمد، هو بالنسبة لأسهل بورد يعني هو اللي بيتقال واللي احنا شايفينه فعلا ان هو الأكسفورد. تمام. بس الكامبريدج هو الحاجة اللي متجربة سنين وسنين يعني، موجودة مثلا في مصر من سنة 90 أظن، مش من قبل كده، موجودة من سنين طويلة، من 95 تقريبا. احنا كنا يعني أطفال صغيرين لما كانت موجودة. فهي كامبريدج هي اكتر حاجة بالنسبة لي انا كبيرنت، انا بيرنت برضو، فاحب ان انا اروح لحاجة متجربة كتير. اوكسفورد برضو بروميسنج جدا يعني، بيقولوا ان هي هما بيحاولوا ان هما ايه يعني يكسبوا السوق شوية، لان هو في نهاية سوق يعني ما بين كامبريدج واوكسفورد والادكسل وكده، فبيحاولوا يخلوا الامتحانات اسهل. بس ده مش طبعا مش مضمون، بس في النهايه ايه الكونتنت او ايه الحاجه اللي بيدرسوها هنا او هنا او هنا، هي نفس الحاجات، ريدنج رايتنج والليسننج لو هي سكند لانجويج. ارجو اكون رديت على السؤال يعني بشكل كافي. السؤال الثاني ده ما اعرفش هل ليه علاقه، مسز مريم بتقول هاو ماني اكسرسايزز ان ذا اكزام، في كم سؤال في الامتحان، هل ده بالنسبه للانجليش ولا بالنسبه لايه، بالنسبه لحاجات ثانيه؟ هو بالنسبة للإنجليش، فهو الإنجليش بيتقسم في الامتحان لتو بيبرز في السنة، وبيبقى بالنسبة من 1 لحد year 8. تمام. بيبقى أو لا من say من 3 لحد 8 بيبقوا تو بيبرز، امتحان أولاني وامتحان تاني، وبعدين بيقوم بيعملوا إيه زي دمج للدرجتين وبيطلعوا درجة نهائية في الآخر. بيبقى الامتحان الواحد مكون من جزئين، تو exercises
الاكسرسايز الاولاني ليه علاقه بالريدنج والاكسرسايز الثاني ليه علاقه بالرايتنج. الكبار الموضوع متشعب عن كده، في بقى حاجه اسمها النوت تيكينج، في حاجه اسمها السمري، مش عايزه الخبطكم يعني. وفي الامتحان بتاع الليسننج ده برضو بنسبه 9 فما فوق يعني. مش عايزه الخبط يعني، انا مش فاهمه السؤال قوي بس خلينا احسن خلينا احسن للجريدز الكبيره 9 و10. احنا احنا زي ما قلنا هنبقى ليهم سيشن تعريفيه كامله. وارجع اقول برضو اي حد، اي ستودنت بيرنت عنده اي سؤال احنا ما عرف يعني ما عرفناش نجاوب عليه، مثلا دخل مثلا ورا بعضه في كومنتس كتيره او كده، يقدر ما فيش مشكله خالص يبعت لنا على الواتساب، احنا بعتنا اللينكات، نقدر يبعت لنا واحنا هنجاوبه يعني، ما يقلقش خالص من ده يعني. طيب ده كان بالنسبه للانجليش. في سؤال تاني، انا اسفه والله، ايه الاهم الكتب اللي ممكن الولاد يقروها خلال الاجازه؟ لو حضرتك بس لو حضرتك يا استاذ يحيى تقول لي السن، انا ممكن يعني على الجروب اكتب لكم كل الليست. يا ريت، ابقى مبسوطه جدا لو يا ريت يا مس فاتن. وفي حاجات اونلاين، وفي حاجات كل حاجه موجوده قدام الولاد، في حاجات بتبقى ادابتد حتى كمان عشان الولاد، ولادنا دلوقتي بقوا بيزهقوا من الكتب وبيحبوا اللي يمسكوا التابلتس، مع اني انا مش مع ده قوي يعني، بس الكتاب وريحه الكتاب يعني الحاجات دي جميله جدا، نفسي الولاد ولادنا يرجعوا لها يعني. انا ابقى سعيده جدا ان انا اقول لكم، بس اعرف بس السن اللي انا بتكلم عليه او اللي انا، لان طبعا كل سن له اهتمامات وله ليفل المفروض يقرا فيه، فبس اعرف الليفل ايه وانا على طول يعني اقول لكم على طول. في حد كان بيسال لجريد 5، فتمام يا ميس فاتن، احنا هنرسيف برضو الكومنتس دي برضو على الواتساب، عشان ميس فاتن برضو تبقى بتبعت للحد ده، بس يبعت يقول انا ابني مثلا في جريد كذا واي نيد كذا، فان شاء الله باذن الله تعالى هيبقى يعني السن بس مهم. السن مهم جدا طبعا. في حد تاني بيسال برضو بيقول ايه ازاي بريفنت او ازاي امنع ابني من انه يعمل جرامر ميستيكس وبنكتويشن ميستيك. ارجع برضو واقول نفس النقطه والله، هي ان كل ما شاف جرامر صح وبنكتويشن صح، وهيشوفه فين وهو بيقرا، كل ما شافه صح، كل ما كل ما الابلكيشن كان صح، فاللي هي القراءه ما يعني ما فيهاش اكتر حاجه هتخلي الولد او البنت يعملوا البريفنشن او يعني يكتبوا بشكل مظبوط. في حاجات تانية طبعا، ان هو ايه بيبقى في طبعا ورك شيتس وكتب، ودي حاجه ممكن اعملها برضو لينكات للبراكتس يعني، ان هو يقعد يحل، بس انا مش مع ده قوي، لان هو وقت ما بيجي يكتب بينسى بقى كل ده، بيبقى مشغول بفكرته، هو عايز يوصل فكره، فبينسى بقى الجرامر والبنكتويشن، فهو لازم يتعود عينيه تتطبع بالصح، وازاي ده يحصل بان هو يقرا. تمام يا مس فاتن، تمام. انا بس هرد على اخر سؤال قبل ما نروح لمس هبه الله يوسف. اخر سؤال كان في حد بيسال، هي سيشن التعريفيه الثانيه امتى؟ طيب احنا استاذن حضراتكم ان انتوا كان انوفا بروف تيم كله بعت لكم اللينكات، فيا ريت تتابعونا مينلي على الواتساب وعلى الفيسبوك وعلى التليجرام، من خلال اللينكات دي انتوا هتبقوا اب تو ديت، عارفين امتى السيشن الجايه، واحنا على طول مش يعني فعلا هنساعدكم ونقول لكم خلي بالكم في كذا، خلي بالكم في كذا، فما تقلقوش خالص. طيب باشمهندسه هبه الله يوسف، ازاي حضرتك؟ مس هبه ازيك يا مستر هان؟ عامله ايه يا مستر هان؟ معاكي ازاي حضرتك؟ حضرتك بقى هتكلمينا عن الجميل والممتع طبعا ماثيماتكس فيلد يعني، فجو اهيد. هو حلو الماث بتاع الاي جي، حلو جدا، مش صعب يعني، مش خالص. يمكن ثواني مسيبه 70 حضرتك. تمام، ايوه تمام. هنا هنلاقي مثلا ده المفروض الاوتلاين بتاع التوبكس اللي المفروض بتدرس في جرين في جريد 10، زي ما ميس نورهان قالت في الاول، بنبدا ناخد مواد اي جي سي اس اي، ده بالنسبه لنا هنا في مصر. بالنسبه للخليج الاي جي سي اس اي بيبداوا يدرسوها من اول جريد 9، يعني جريد 9 مش بتكون كور، بتكون بياخدوا نص السيلابس بتاع الاي جي سي اس اي، ده فرق ما بين عندنا في مصر والخليج. الاي جي سي اس اي متقسم أربعة من برانشز. أول حاجة algebra، ثالث shapes and space، رابع حاجة probability and statistics. طبعا الطالب من أول grade لو هو كان IG
بيدرس اربع فروع دولت، بس زي برضو ما ميس نورهان قالت يعني زي كانه سيستم مبني بلوكس فوق بعض. فجريد 1 بياخد حاجه، جريد 2 بياخد حاجه، جريد 3 بياخد حاجه، لحد لما بنوصل لجريد 10 بيبدا بقى بياخد اخر حاجه في الاو ليفل خالص، بياخد زي كومبريهنسيف اكزام على كل البارتس دي اللي هي النمبرز والالجبرا والشيبس اند سبيس بروبابيلتي، اللي هو بيكون الاي جي سي اس اي او ليفل اكزام. طبعا كان في كلام ان يعني او اسئله اتسالت على الديفرنت بوردز، البوردز اللي هما الثري بوردز سواء كامبريدج او اوكسفورد او ادكس بيغطوا الاربعه بارتس دولت، مع اختلاف بقى اختلافات البورد بتكون يا اما اختلافات مثلا كيرف بتاع امتحان. في بعض البورد زي الاكسل مثلا في الماس بيبقى البورد بتاع الكيرف بتاعها قليل. وكان في حد يسال يعني ايه كيرف؟ الكيرف هو الثري فولد بتاع الجريد. يعني ايه؟ يعني ليت سي فور اكزامبل مثلا احنا في الاو ليفل الدرجات بتكون من 200 درجه، فعشان اجيب ستار مثلا في ادكسل ممكن اكون جايب 120 من 200، لكن عشان اجيب ستار مثلا في كامبريدج لازم اكون جايب 170 من 200. فده معنى الكيرف، يعني عشان اجيب ستار او عشان اجيب جريد معين لازم جايب كام اوت اوف التوتال مارك. زي ما قلنا في الماث الاربعه بارتس دولت بيغطوهم في كل الستيجز، سواء كي ستيج 1 اللي هي المرحله الابتدائي اولى وثانيه ابتدائي، كي ستيج 2 اللي هي ثالثه ابتدائي لحد سته ابتدائي، كي ستيج 3 اللي هي من اول اولى اعدادي لحد ثالثه اعدادي، وكي ستيج 4 بتبقى بدايه الاي جي سي بتاعته يبدا ياخد فيها الاي جي سي اس اي اكزام او الاو ليفل ماث، ماده الاو ماث. طبعا اللي انا جايباه ده هو من السيلابس فريم ورك بتاع كامبريدج، وباي ذا واي الفريم ورك بتاع كامبريدج ما يختلفش كتير عن الفريم ورك اكسل عن الفريم ورك بتاع اوكسفورد. لو يعني كان في ناس عايزه ريكومنديشن بعض البوردز في بالنسبه للماث، في حد كاتب ايه الفرق ما بين كامبريدج وادكسل؟ تمام، هو الفرق ما بين كامبريدج وادكسل ما فيش اي فرق في المحتوى، يعني كمحتوى واحد، لكن الفرق بيكون في الامتحان والكيرف. الكيرف بتاع ادكسل بيكون اوطى، فبفضل طبعا ادكسل عن كامبريدج بكتير. هو الامتحان بتاع ادكسل بيكون صعب برضو مش سهل، ولكن الكيرف بتاعه بيكون سي. فالطالب مثلا اللي بيجيب 120 من 200 بيكون جايب ستار، لكن في كامب طالب جايب 120 من 200 هيكون جايب سي وبي. فلا انا افضل ادكسل من ناحيه الكيرف. وكمحتوى المحتوى بتاع كامبريدج هو المحتوى بتاع ادكسل وهو المحتوى بتاع اوكسفورد. الاختلاف في البوردز بيكون بس في شكل الامتحان والكيرف مش اكتر. في حد عنده سؤال ريليتد تاني للماس غير الفرق ما بين البوردز؟ هو انا مش سامعه انتني كويس ولا احنا سامعين حضرتك كويس يا ميس هبه الله؟ هو لو حد عنده كويستشن استاذنه يبعته في الشاتنج بوكس خاص باي بالزبط. سنه من سنين الماث، يعني لو هي ميس هبه ردت على الكويستشنز الكومن اللي هي الناس كتير قوي بعتتها على اختلاف البوردز في الماث، يعني فلو حد عنده اي كويستشن جو اهد يبعته في الشاتنج بوكس. طبعا ممكن يبقى في بورد مختلف لكل ده، يعني مثلا المتعارف عليه ان الاوكسفورد اسهل في الانجليش وفي الماث بيكون ادكسل. الساينسز يعني ما اقدرش اتكلم فيها، بس بتهيالي اوكسفورد برضو في الساينسز دلوقتي بقى ليه ماركت كبير وفي ناس كتيره بتاخده. يعني هاو بيبر فور ماث، هو احنا بناخد تو بيبرز في الماث، بالنسبه لكامبريدج بيبقى بي 2 بيبر 4، بالنسبه لادكسل بيبقى بيبر اسمها 1 اتش بيبر اسمها 2 اتش. وطبعا بيبر مش معناها 1 بيبر، يعني لا ده بيكون عباره عن بوكليت كده، والامتحان
من الماث اصعب في انهي بورد؟ هو مستوى صعوبه واحد لكل البورد، الاختلاف في الكيرف. يمكن هنقول ان كامبريدج اصعب شويه من اوكسفورد كامتحان، لكن يعني انا بفضل ادكسل اكتر. ان ادكسل بشوف ان الكيرف بتاعه واطي جدا، المحتوى بتاعه يعني او الابروتش بتاع الاكزام حلو، يعني بينمي سكيلز معينه عند الطالب، فعشان كده انا بكون منحازه كدرسه اكتر لادكسل. مراجعه للدروس، طبعا الكلام ده يعني مراجعه الدروس او حجز كلاسز او كورسز بيكون مع الادمنستريشن بتاعت البلاتفورم. في طبعا عندنا مدرسين متميزين في كل المواد. طيب هو الامتحان بالنسبه لإكسل يعني الكيرف واطي يعني كده؟ لا، الكيرف واطي يعني حاجه كويسه. الكيرف واطي معناها ان من درجات واطي تقدر تجيب جريدز عاليه، ده معنى الكيرف واطي. يمينة منا سوري منا الكيرف واطي ده معناه ان من درجات قليله واطيه اقدر اجيب جريدز عاليه. لا لا لا، ما فيش اي علاقه بين اليو سي ماس اي جي سيستم، يعني هو اليو سي ماس بينمي سكيلز ماثماتكس سكيلز او ماتماتكس سكيلز او كومبيوتيشنال سكيلز، لكن الاي جي ماس حاجه ثانيه خالص. في يير 7 وطالعين تشيك بوينت، في كتب براكتس كتيره جدا، في مجموعه اسمها مجموعه لاتس كتب، ممكن دي فيها اسئله كتير جدا الطالب يقعد يحل منها فتره الصيف، وبيكون لها موديل انسر متوفره في المكتبات. يعني هو انا ممكن ادرس الماث وامتحن في كامبريدج وادكسل؟ اه بس يا خالد هيطلع لك في الاخر، يعني مش هيطلع لك، مش هيبقوا كاونتد كمادتين، هيتاخد لك يا اما الجريد بتاع لدخول الجامعه، يا اما الجريد بتاع يا اما الجريد بتاع اكسل. هل في مصادر نذاكر منها غير الكتب اللي الطالب ما خدش درس؟ اه طبعا، في تكست كتيره جدا في كل مواد على فكره من الماث، بس وتقدري تختاري ما بين انهي احسن تكست. يعني اسم مجموعة الكتب، والله أي كتاب عليه مثلا بالنسبة لإيدكس في بيرسن بتنزل كتب، بيرسن هي الجهة المنحة لشهادة إيدكسل وبتنزل كتب ليها، الكتب دي بتكون قيمة جدا بصراحة وحلوة جدا بالنسبة لإيدكسل. وبالنسبة لكامبريدج برضو كامبريدج يونيفرسيتي بريس بتنزل ليها كتب، أكسفورد بتنزل لنفسها كتب، فأنا أفضل الكتب اللي بتعملها الجهات المانحة، لأن في بعض دور النشر بتنزل كتب تانية بتكون حلوة برضو، بس مش زي الكتب اللي بتنزلها الجهة المانحة. سويني عشان الشاتس بتجري بسرعة. بسبب كان في حد بيسأل على ضرورة استخدام الكالكليتر، كان في حد بيسأل على موضوع الكالكليتر، كرر السؤال كذا مره. الكالكليتر بالنسبه لجريد 10 عادي خالص بنستخدم كالكليتر في جريد 9 وجريد 10، لكن تحت كده بيكون في بيبر without using calculator، فما مش بنستخدم الكالكليتر. تمام اوكي. السات اللي هو النظام الامريكي من نظام جي يا ريم، تمام، السات النظام الامريكي. تمام. هو في حد في اسئله كتير في، طب اذا انا اخترت الادكسل ماث لازم اختار كل مواد ادكسل؟ لا يا خالد، انت ممكن تاخد ماده ادكسل، ماده كامبريدج، ماده ارض، راحتك تماما، ما فيش اي مشكله، كلهم بريتش سيلابس، كلهم يعني بريتش اورد ستاديز، يعني مش كلهم جهات مانحة بريطانية. لا ما فيش أي عكس كلام خالص، كلامنا متفق عليه، يمكن حضرتك فهمتي غلط، لكن احنا كلامنا يعني واحد، ما فيش بالنسبة للكيرف، أيوة كلامنا واحد، الكيرف واطي معناها إن الدرجات أقل.
تمام كيرف عالي، وده اللي ميس نورهان قالته، يعني قالت مثلا انا كنت بتكلم ممكن على حد يبقى الامتحان، هي ناقص لخبطت ما بين الامتحان وما بين ال عالي يعني لا وضحي لها عالي النقطة دي يعني بس يا ميس، وضحي الامتحان. لها النقطة دي. ايوه هي بس لبس عليها تمام، الامر. هو ما هو ما انا هقول لك حاجه، الكيرف يعني الامتحان سهل، يعني ايه؟ ما هو انا الامتحان بجيبه سهل، احنا كده الطلبه اللي حد لها ستار هي الطلبه اللي ناقصه 5 درجات بالكتير، لكن الامتحان اللي هجيبه صعب معنى كده ان الطلبه اللي حد لها ستار هي الطلبه اللي ناقصه مثلا 20 درجه او 30 درجه. تمام، اكسل الكيرف بتاعها ثابت فيهوش فلكتويشنز، يعني مش مره حد الستار 5 درجات من ناقص 5 درجات ومره حد الستار من ناقص 30 درجه. ده بالنسبه للاكسل الكيرف بتاعها ثابت، يعني تقريبا بيكون عشان هو اللي بيجيب ستار بينقص في حدود من 60 ل 80 درجه، فيعني برضو عدد كبير من الدرجات، ما يعتبرش الكيرف بعيد قوي. لكن كامبريدج لا، الكيرف فيه عالي جدا والفلكتويشنز فيه بتكون كبيره، بس هبه يعني في حد ممكن كان سنة بيسأل، معلش أنا آسفة، بس كان في حد كان لا بيسأل لا لا على ولا يهم. هل كان في رحاب كانت بتسأل هل إنها تعتمد على الكتب بس، ولا يعني يبقى تبع تاخد النوتس بتاعت المدرسين تشتغل منها؟ هي ده والله سؤالها أنا يعني. هقول شيء، هو النوتس بتاعت المدرسين معمولة من الكتب، بس انا انصحك انت لو شغاله مع مدرس، المدرس دايما بيكون بينقي احسن حاجه كل كتاب ويحطها النوتس بتاعته، بس نوتس المدرسين بتكون ماشيه مع سيكونس شرح المدرسين. تمام، فانت لو بتتابع مع مدرس يفضل تشتغلي من النوتس بتاعته، لكن لو انت شغاله مع نفسك تجيبي اي كتاب وتشتغلي فيه مع نفسك. يعني ايه معنى كور واكستندد يا كريم؟ طيب الكور والاكستندد ده موجود يمكن في 2 بوردز، في كامبريدج وفي اكسفورد. الكور هي المواد او التوبكس اللي بتدرس جريد 9 عندنا في مصر، والاكستندد اللي بيتدرس في جريد 10، لكن في الخليج ما بيتاخد الكور والاكستندد كل مره واحده مع بعض، بيقسموا على جريد 9 وجريد 10. أي شهادة أحسن، كامبريدج ولا إديكسال في الماث؟ إديكسال أفضل بكتير في الماث. الماث كالكوليتر هو ما فيش استخدام لفير 7. فير 7 بصي كل المراحل اللي أصغر من جريد 9 ما فيهاش كالكوليتر. في امتحان الماث تشويسز لا ما فيش، احنا الامتحانات بتاعتنا كلها فيها ورك اوت، ما فيهاش مالتيبل تشويس بتاعت الماث، غير الامريكان سيستم. الامريكان سيستم يكون فيه مالتيبل تشويسز. مش عارفه هل في سؤال انا ما جاوبتش عليه هو ولا طبعا جاوبت على في كل ناس، حاجه؟ في حد بس عشان ما حدش يزعل مننا بقول تاني عشان الاسئله حضراتكم بنتكلم على تقريبا حاجه و90 بارتيسيبنت ما شاء الله، فالاسئله كتيره جدا، ممكن بيحصل سكرولينج داون بسرعه قوي، فعشان كده بطلب من الناس اللي عندها اسئله وما تجاوبتش ممكن تبعتها لنا على الواتساب، واحنا هنتشيك بعد ما نخلص السيشن ان شاء الله، هنجمع الاسئله دي وهنحاول نجاوب عليها على الواتساب، فما تقلقوش خالص احنا هنساعدكم ان شاء الله، حتى لو ما جاوبناش على السؤال واحنا يعني لايف دلوقتي عادي هنجاوب عليه عادي جدا، مفيش مشكله خالص، بس اتاكد ان انت معانا على طيب جروب الواتساب. يا مريم بتسأل بتقول ازاي اعرف اني لقيت المنهج؟ بصي يا مريم، في حاجه اسمها الباست بيبرز اللي هي الامتحانات السابقه، ودي بيكون لها موديل انسر اللي هو الاجابه النموذجيه، ده بنسميه مارك سكيم. انت بعد ما بتخلصي مذاكره او بعد ما بتخلصي في المدرسه او مع نفسك بتبداي تجيبي الباست بيبر، تحلي امتحانات وتصلحي لنفسك من المارك سكيم ده لو انت من الناس اللي بتحب تذاكر لنفسها. تمام، وبتقدري تعرفي بقى انت حليتي كويس ولا حليتي وحش، دي يعني ازاي تقدري تتابعي نفسك هو عن طريق الباس بيبرز، والباس بيبرز دي بتكون متوفره في الانترنت او في المبات او تقدري تطبعيها. ف هل في اي سؤال تاني؟ انا هحاول هتحول ليرس، هتحول ليرس او من هيبقى يرس 6 امريكان. لسه. عادي. طيب بصي يا حبيبتي هقول لك حاجه، لو انت امريكان بره مصر، الامريكان بره مصر قوي جدا، فتقدري تدخلي مثلا الامريكان في الامارات وقطر قوي جدا، فتقدري
تحولي جي بسهوله. الاماري على حسب المدرسه تحولي منها، يعني مش هماركت لدرس، بس في بعض المدارس بتكون قويه جدا تقدري تحولي من امريكا لاي جي بسهوله. انت قوه المدرسه اللي انت فيها غطت قد ايه من المنهج بتاع الامريكان يعني. هو في كورس عربي كمان، في ماده ليفل عربي موجوده عندنا في الاي جي، دي من ممكن تختارها ومؤهل للجامعات كده. من ناشونال لاي جي، تمام يا احمد، تقدر تحول من ناشونال لاي جي عدا، ويمكن في الماس الطلبه بتوع الناشونال النظام المصري يكونوا اقوياء جدا جدا في الماس. فاللي بيختلف يعني بتكون بس محتاج تعمل براكتس نوع الاسئله، نوع الاسئله مختلف عن نظام الناشونال، لكن انت كمحتوى انت محتوى قوي جدا في الناشونال يا احمد، فتقدر تحول لاي جي بسهوله. الانجليش طبعا ده هو اللي لازم يعني في كورسات الانجليش والساينسز، عشان كده احنا كنا قلنا لهم كاتميس فاتن تقريبا ممكن يكون احمد دخل متاخر، فكاتميس فاتن بتتكلم على البريباريشن كورس اللي احنا هنحضره في السمر ان شاء الله باذن الله تعالى في الشهر اللي جاي باذن الله وما يليه، ده اللي هيكون يأهل الطلبه اللي حابين جدا جدا يدخلوا الاي جي. ان شاء الله هيتعمل لهم بريباريشن كورس باذن الله في الانجليش في الماث في الساينس، عشان يبقى اوير هو داخل وهو عارف جدا السكيلز بتاعته ومقوياها. انوفا بروف باذن الله تعالى هتعمل البروجكت ده فعلا في السمر كورس ان شاء الله باذن الله. وردا لموضوع الفري سيشن او الاورينتيشن اللي خاص بالبوردز، هيتعقد ان شاء الله قريب جدا، هو لسه ما تحددلهوش بس الوقت، لكن تقريبا هيبقى في الاسابيع القادمه ان شاء الله باذن الله تعالى. ده لطلبه جريد 10 و11 12 والكلامنا باستفاضه عن الاختلاف في البوردز يعني. تمام، هو كان في اسئله حضرتك كملي لو حضرتك حابه كمان. لو طالب هيحوس، هل متاح مدرسين لمنهج اكسفورد ولا اغلبيه المدرسين بيشرحوا كامبريدج؟ كل البوردز يعني متاح لها مدرسين، سواء كامبريدج او اكسفورد او سل، كل البوردز متاح لها مدرسين. كان في حد بيقول ازاي اوصل لكتب اونلاين؟ والله في مواقع كتير جدا بيبقى نازل عليها كتب اونلاين وباس بيبرز وبي دي افس قيمه. الخريج الصف التاسع بداوا ياخدوا مواد الاي تي اس اي، بس بيمتحنوا الامتحان بتاعهم يا اما في جريد 10 يا اما في جريد 11، لو الامتحان اللي بيجي من كامبريدج ده بالنسبه للخليج، على حسب المدرسه اللي انت فيها او انت مسجله فيها. تمام، طبعا ميس زي ما ميس نورهان قالت في كورسات موجوده. الميتنج ريكوردد، ايوه الميتنج ريكوردد، عشان لو حد دخل متاخر ما يقلقش، هيترفع على اليوتيوب تشانل بتاعت انوفا ان شاء الله. هو برضو في اخر حاجه هقولها بالنسبه لماده الناس حوله من بورد او من اي سنه، ما تقلقش، يمكن المواد اللي محتاجه فعلا اللي هي القويه بالنسبه للاي جي سيستم هي الانجليش والساينسز، فده يمكن لازم تبداوا في فيجنز من الصيف او تبداوا في سيز من الصيف. لكتشر للعربي، في مدرسين موجودين بتهيالي هم هيعرفوا يتكلموا عن مادتهم، في عندنا اساتذه افاضل. هو اوريدي كان ردا بس على السؤال ده، اوريدي كان في سيشن تعريفيه بالعربي والبوردز بتاعتها برضو انوفا كان عملها، كان عاملها مستر فتحي العليمي من كام يوم، من حوالي كان اول امبارح تقريبا، فاللي عاوزها يقدر يبعت لنا وهنقدر نبعت له اللينك يقدر يفهم يشوف الريكوردد سيشن يعني، ما يقلقش جدا خالص. هي موجوده وتمت فعلا وموجوده ريكوردد كمان، فاللي حبيبها وعاوزها يقدر يبعت لنا بس على الواتساب يقول لنا ان هو محتاجها واحنا هنبعتها له، مفيش مشكله خالص. اتفضلي مسيبه، انا اسفه المقاطعه. لا ولا يهمك يا ميس نوهان، اي جاس انا مفيش بتهيألي مفيش حد بعت حاجه تاني، جاوبت على كل الاسئله. كان في حد بس بيسال، هو بقى التفاصيل التانيه ميس نورهان هتبقى معاكم بتهيألي، لان معظم الحاجات اللي بتسالوها يعني
متعلقة باللينكس أو كده؟ هم Innova Prof Team هيغطوا الموضوع ده. أوكي. اسم المواقع اللي على الكتب برضو ميستو أن هتتواصل معاكم في كل دوت برضو ما تقلقوش فيه. مستر هان لا خلاص بتهيالي كده خلاص. تسلمي يا مستر. لو في حاجه مناسبه قولي لي. تمام اوكي. استاذن بس انوفا بروف تيم ان هم يرفعوا اللينكات تاني. حاضر يا مينا او يا منى سوري، هيرفعوا اللينكات مره تانية على الشاتنج بوكس. هيرفعوا اللينك بتاع اليوتيوب تشانل كمان، هيبقى عليها كل السيشنز ريكوردد، فما تقلقوش خالص يعني. طيب خليني اتكلم على السبجكت بقى الجميله اللي اغلبيه الطلبه بيحبوها جدا اللي هي الساينس سبجكت. اوكي خلوني اخد الشير بس. اوكي طيب خليني اتكلم على الساينس اوفر اول اند اول. الساينس ماده لطيفه جدا، الولاد بيحبوها جدا من اول جريد 1 لحد، عشان اكون صريحه ما بقاش برضو بضحك على الناس، لحد جريد 8. سيشن لطيفه جدا، ماده لطيفه، الولاد بيستمتعوا بيها جدا، بيتعاملوا على سكيلز، بيفكروا، بياخدوا توبكس لطيفه. فخلونا عشان نشرح السبجكت دي ببساطه جدا ونتكلم عليها بصوره ببساطه، خليني اقول لكم ان احنا هنقسمهم اكوردنج تو الجريدز. يعني احنا خلاص عرفنا ان كلمه جريد يعني سنه، فخلونا نتكلم على جريد 1 لحد مثلا جريد بالظبط لحد جريد 5 او جريد 6، بلاش لحد جريد 6. من جريد 1 لجريد 6 اتمنى ان يكون خط واضح. بس هستقبل اسئله حضراتكم بس بعد، معلش بعد ما اخلص عشان انا بكتب معلش. فمن جريد 1 لجريد 6 هو بياخد سبجكت اسمها ساينس، ماده اساسيه، عمود اساسي من مواد التشيك بوينت او من مواد كامبريدج. احنا اتفقنا ان احنا عندنا ثلاث مواد اساسيه وهم الانجليش والماث والساينس، دولت المواد الاساسيه. فمن يير 1 لير 6 من جريد 1 لجريد 6 بيدرس الساينس كل البرانشد ميكسد مع بعض. طبعا احنا عارفين المواد اللي هي الفرعيه او الفيلدز الفرعيه بتاعتها اللي هي الكيمستري والبايو والفيزيكس. لا، من اول جريد 1 لجريد 6 بيدرس حاجه اسمها جنرال ساينس، يعني بيدرس كل العلوم مع بعض، بيمتحنهم كلهم في نفس ذات الورقه. هو بيبقى مدرس واحد بيدرس الماده. بعدين هاجي لجريد 7. بقى جريد 7 بيبقى عندنا هنا وقفه. احنا قلنا قبل كده ان جريد 7 هي عباره عن النواه للاي جي سي اس اي. ليه تعتبر نواه؟ لان انا بزرع جوه الطالب اسس المواد العلميه في كل الفيلدز، بعلمه ستبس الاساس اللي هيكمل بيه على طول لحد الاخر، زي ما قلنا في الماث في الساينس. سبيشالي في الساينس بيبقى ساعتها بتيجي البريتش كونسل او بتيجي كامبريدج تقول للمدارس، تقول لهم لو سمحتوا انا عايزه 3 separate teachers، ثلاث مدرسين منفصلين، مدرس مختص لكل ماده. انا عندي هيبقى فيه بيولوجي تيتشر، مدرس خاص بماده الاحياء، وعندي مدرس خاص بماده الكيمستري، وعندي مدرس خاص بماده الفيزيكس. اوكي يبقى حضرتك هتفكي لي الماده الواحده اللي هي الساينس دي بدايه من جريد 7 لثلاث مواد. بس خلي بالك لما يجي الستودنت يشتغل، يعني يحل في الامتحان في اخر السنه، هو هيجي يحلها على انها جنرال ساينس. يبقى انا كده ضمنت حاجتين، ضمنت سهوله الامتحان ان هو بيمتحن كل الفيلدز مع بعض في تو بيبرز، بيبر 1 وبيبر 2. ومعنى كلمة بيبر زي ما مس هبة قالت ان بيبر مش معناها انها ورقة، لا دي بتبقى كام ورقة كده، بس هي ده بيبقى اسمها. زي مثلا الورقة الاولى في الثانوية العامة العادية بتاعت العربي والورقة التانية، مش معنى الورقة الاولى دي هي ورقة واحدة يعني، لا. بس ده اول امتحان بيبقى around 45 minutes، الطالب بيكون مؤهل ان هو يحل في 45 دقيقة، ما تقلقوش يعني، لان هو بيكون امتحان لطيف جدا. وتاني برضو امتحان تاني بيبر في نفس اليوم عادي 45 minutes، تمام. بس بياخد الامتحان كله ميكسد مع بعض،
يبقى انا كده ضمنت حاجتين، ضمنت ان المدرس اللي هيشتغل مع الطالب في البرانش ده، في البرانش ده مدرس مختص في الماده دي، تمام؟ لان دايما بتلاقي المدرس اللي شاطر قوي في البايو ملوش قوي في الفيزيكس، المدرس اللي شاطر جدا في الفيزيكس زي حالاتي يعني، انا مدرسه فيزيكس اصلا باي ذا واي، تلاقيني معلوماتي عن البايو فله بصراحه الحمد لله يعني، ولكن اوكي. فبالتالي بتلاقي لازم يكون المدرس مختص عشان يقدر يعلم الطالب صح. وبصراحه الحمد لله رب العالمين كان في بروجكت ناجح جدا السنه اللي فاتت، الطلبه اللي كانوا في جريد 7 اللي هم كانوا في اولى اعدادي كنا محققين بروجكت جميل جدا مع انوفا، بان احنا كنا عاملين زي كورس كده ساينس بياخد كام حصه بايو على كام حصه كيمستري على كام حصه فيزيكس مع ثلاث مدرسين مختلفين، وكل مدرس سبيشالايزد جدا ومختص في مادته، فكان الطالب بيطلع بسم الله ما شاء الله فاهم كويس جدا بايو، فاهم كويس جدا كيمستري، فاهم كويس جدا فيزيكس، تمام؟ ندخل على جريد 8 وكذلك الامر في جريد 8 برضو نفس الكلام، بيدرس الماده ببرانشد مفصله بيولوجي كيمستري فيزيكس، لكن بيمتحنها از ا هول سبجكت يعني الثلاث فروع في ورقه واحده برضو بيبر 1 وبيبر 2، تمام؟ ده بالنسبه لجريد 8. نيجي بقى لجريد 9. جريد 9 لا، تقول لك لا بقى معلش انا الطالب عندي ده كبر خلاص، اقدر اخليه يعتمد على ذاته، يدرس فيزيكس لوحدها ويدرس بيولوجي لوحدها ويدرس كيمستري لوحدها. ايه ده لوحدهم لوحدهم؟ لوحدهم، لان دي بتبقى امتحان لوحدها بيوم لوحدها بورق لوحدها، ودي بتبقى امتحان لوحدها ودي بتبقى الامتحان لوحدها، يعني ما بيرجعش بقى يمتحن الماده كلها زي بعض في جريد 8، لا بياخدهم منفصلين اللي هو الكور ده. يخش جريد 10 كذلك الامر، يبتدي بقى ياخدهم منفصلين. طبعا هو مش شرط ان هو يدرس المواد دي كلها في جريد 10، يعني بدايه من جريد 10 مثلا مش شرط ياخد الثلاثه مع بعض. احنا قلنا ان عندنا ميزه كبيره اللي هي كانت الميزه الرابعه لو تفتكروا لكامبريدج، اعتقد الرابعه، اللي هي بيبقى عندها فكره الاوبشن، فكره انها تخليك تختار، فكره انها تخليك عندك القدره انك انت اللي تحدد وتبني مستقبلك. انا عايز ادخل هندسه، ليه ادرس بايو؟ مش محتاجها اصلا، فانا هاخد المواد الخاصه بهندسه اللي هي فيزيكس ماث كمبيوتر ساينس وات ايفر بقى، ده هيبقى هنشرحه بالتفصيل جدا ان شاء الله في المحاضره التعريفيه اللي هي هتكون خاصه بجريد 10 و11 و12 اللي احنا هنحدد ميعادها ان شاء الله، فتابعوا على الواتساب وعلى الفيسبوك بيج بتاعت انوفا عشان تعرفوا ميعادها امتى، تمام؟ فبالتالي انا مش لازم اخد كل المواد دول، انا هاخد النيدد سبجكتس، المواد اللي انا محتاجها علشان اخش الكليه اللي انا عايزها، تمام؟ بس احنا متفقين ان هو لحد جريد 8 بيدرسها بيمتحن يعني as a full subject science، وستارتنج من جريد 9 ومن جريد 10 بتبقى برانشد، بيبتدي ياخد فيزيكس لوحده بايو لوحده وكيمستري لوحده. في جريد 10 بيبتدي يختار ياخد المواد الثلاثه مع بعض ولا ياخد اثنين بس ولا ياخد واحد، هو اللي بيختار في جريد 10 بدايه من جريد 10 بيبقى بيختار، لكن جريد 9 ما بيختارش حاجه بصراحه، لا انت هتاخد كل حاجه عشان يبقى عندك القدره ان انت تقرر هتختار ايه في جريد 10. في جريد 10 بيدرس حاجه اسمها الاو ليفل، طبعا الكلام اللي قالته برده باشمهندسه هبه على البورد اوكسفورد وايدكسل وكامبريدج، ده موجود برده في كل ماده، موجود فيزيكس ليها اوكسفورد وايدكسل وكامبريدج، بيولوجي ليها نفس الكلام، الكيمستري ليها نفس الكلام، وحضرتك ليها كامل الحريه ان انت تختار زي ما انت عايز البورد اللي انت عاوزه. وزي ما قلت لكم قبل كده هنتكلم في موضوع البورد ده باستفاضه جدا بس في سيشن تعريفيه ثانيه، تمام؟ طيب الاو ليفل ده بياخده في السنين الاوليه اللي هو في جريد 10 يعني، بعدين الطالب بقى لو حب ان هو بقى يبقى ايه يعني خلاص يدرس الماده كامله بياخد حاجه اسمها الاي اس او الاي ليفل، طبعا مش هينفع ياخده غير لما ياخد الاو ليفل، لما يخلص الاي اس والاي 2 بياخد شهاده اسمها الاي ليفل، دي بشهاده بتضيف له ان الطالب ده اكسبرت في الماده دي والطالب ده يقدر ان يدخل الجامعه الفلانيه اللي طالبه الماده الفلانيه، تمام؟ والكلام ده مش في الفيزيكس بس، الكلام ده في الثلاث فروع الاساسيه بتوع الساينس.
طبعا في مواد ازيد من كده للساينس، انا بتكلم على المين برانشز بس، المواد الازيد من كده هنبقى نتكلم عليها في السيشن الخاصه بجريد 10 و 11 و 12. وعايزه اقول لكم الاي جي سي اس اي من اخر بقى ميزه عنده، او صراحه هو في مميزات كتير يعني، بس دي من اهم المميزات اللي عنده، الفرايتيز المختلفه. عندك قدر لا نهائي من المواد اللي انت تقدر تختارها، من اللغات ومن المواد العلميه ومن المواد من المواد كمان اللي هي زي مثلا السايكولوجي والفيسيولوجي والكمبيوتر ساينس والاي سي تي، وعندك انفايرمنتال ساينس، عندك جيولوجي، عندك جيرمان، عندك فرنش، عندك عربي. فمن ضمن المميزات اللي فعلا بيخلي الطالب فيها يقدر ان هو يستمتع بالدراسه هي الفرايتيز، الاختيارات والاختلافات في الاختيار للمواد اللي انت عاوزها. ما انتش محكم بمواد معينه لازم ان انت تدرسها، لا، انا براحتي اختار المواد اللي هتكملني، اللي هتاهلني صح، اللي هتخليني مستمتع وانا بذاكر، اللي هتخليني حابب السبجكت دي من غير ما انا حاسس ان انا بذاكر السبجكت دي باي فورس. وفي نفس الوقت ده مش معناه ان الحياه بامبي بامبي يعني، اكيد لا، احنا اتفقنا من يتقي الله يجعل له مخرجا. حضرتك هيبقى في بعض المواد هتبقى تقيلة عليك، بس هي مهمة لازم تعدي بيها عشان توصل للكلية، لازم تعدي بيها عشان تأهلك، هتبقى شوية يعني غلسة شوية، لكن لما هتذاكرها وهتحل عليها وهتعمل عليها applying أكتر من مرة هتلاقي نفسك لوحدك بقيت مستمتع وانت بتحل، بقيت مبسوط. أنا مش بحل يعني، أنا مبسوط وأنا بشتغل، تمام. فده mainly الساينس يعني اوفر اول كده. فخليني استقبل الاسئله بتاعت حضراتكم. اوكي انا هفتح الشاتنج اهو. ثواني بس اطلع بس احاول اوصل لاول حد كان بيسال. دقيقه واحده. حلو قوي السؤال ده، جميل. بيقول لك ينفع حد يدرس مواد طب وهندسه مع بعض؟ ممكن، بس بيكون هادك بقى يعني، بيكون صداع طبعا، بيبقى محتاج طالب من فولاذ حضرتك عشان يقدر ان هو يعمل كده، لانه بيدرس كل المواد بتاع دي وبيدرس كل المواد بتاع دي. في طلبه بصراحه عملتها، وعايزه اقول لكم على حاجه، الميدل ايست بالاخص طبعا مصر والطلبه المصريين اللي عايشين في الخليج، وفي طبعا طلبه من الخليج طبعا بسم الله ما شاء الله عليهم يعني، احنا عندنا كميه توب اتشيفرز غير عاديه. توب اتشيفرز دولت اللي هو زي اوائل الجمهوريه كده عندنا في مصر، نفس الكلام كده، بس دول اوائل على 160 دوله، تخيلوا بقى. فاحنا عندنا الطلبه ما شاء الله ما شاء الله يعني بياكلوا الزلط يعني، سواء كان المصريين جوه مصر، مصريين بره مصر، حتى لو خلايج يعني، العرب عامه عندهم القدره على انهم يذاكروا وينتجوا بخلاف الاجانب يعني. طيب كان في حد باعت، ثواني، هل ينفع اني اكمل جريد 10 احنا في الكويت وانا خلصت جريد انت خلصت جريد 10 في الكويت وداخل على جريد 11 وجريد 12 وهتنقل مصر؟ اي ثينك عادي، مفيش مشكله خالص، مفيش مشكله، لان زي ما قلت حضرتك، قلت لك هو انترناشونال سيستم، اللي بيسري على هنا بيسري على هنا يعني. وبرضو المدرسه اللي هتنقل عليها هي هتقول لك الاوراق المطلوبه، انا ما اقدرش اقول لك الاوراق المطلوبه يعني، لان هي هتطلب منك الحاجات اللي هتساعدك في التقديم، فحضرتك لازم تتواصل مع المدرسه. انا مش فاهمه كريم محمد باعت حاجه، بس انا مش فاهمها بصراحه، فممكن يبعتها لي مره ثانيه. ايوه الاي جي في الموادين، ايوه في مواد علمي وفي مواد رياضه وفي مواد ادبي يعني، في طلبه بتحب تدخل فنون جميله بعد يعني، بياخدوا الاي جي عشان هو يعلي المينتاليتي بتاعتهم وعشان هو اقل في الاسترس عشان يدخلوا فنون جميله. طبعا بيدرسوا ماده اسمها ارت اند ديزاين، ماده جميله اللي هي زي الفنون والعماره كده برضو. فانا بقول لك عندنا في الاي جي فرايتيز بالهبل يعني. هل تواجه مشكله لو امتحن ولم يجتاز الامتحان في جريد 9؟ لو في مصر هيواجه مشكله، لانه لازم ينجح، لكن لو في دول الخليج لا، لان هي المدرسه اللي بتحط الاسسمنت يعني، هينجح يعني، ما تقلقيش هيشتغل يعني. الله يخليكي يا ريم، تسلمي لي. في فرق بين اكستندد في الكويت تاسع، اوكي.
في فرق. لا ما انا قلت لك ده انترناشونال سيستم، يعني الاكستندد اكستندد في كل حته، ما يعني ما تقلقيش بالك. هي الفرق بس في يير 9 وير 10. يعني يير 9 على حسب المدرسه بيبقى هم بيدرسوا، في مدارس تخليهم يدرسوا زي ما مس هبه كده قالت، يدرسوا الاكستندد بتاعت يير 10 كانهم فكوا يير 10 على سنتين 9 و10، فاهماني؟ يبقى عندهم الفرصه ان هم يدرسوا يير 10 على سنتين يعني، بس المنهج مش متقسم يعني، بيعيدوها تاني يعني، او بيكتفوا ان هم ما يعيدوا لها لهمش تاني ويدخلوهم الامتحانات على طول في 11 يعني. اسماء بعتة او ليفل، ممكن تعيدي نقطه مش فاهمه، ممكن حضرتك تعيدي لي تاني بس يا اسماء الكوستم بتاعك لان انا مش فاهماه والله. لا في ادبي في الاي جي يا يحيى، في ادبي في الاي جي، في سايكولوجي، في فيسيولوجي، في لغات، في حاجات كتيرة جدا، في اسلامك، في حاجات كتير قوي قوي للطلبة بتوع الادبي. وطبعا الانجليش بقى بالليتشر، يمكن ميس فاتن بس برضو مع الطلبة الكبار هتفيدنا في الموضوع ده. اوكي انا مش فاهمه ايه EVS، مش فاهمها والله يا كريم، فانت ممكن تبعتها لي طبعا على الواتساب في فويس ابقى فاهمه يعني. هل في كورسات متاحه لطلبه داخلين لسه جريد 9؟ برجع عيد تاني يا معاذ، في بريباريشن كورس ان شاء الله بتقدمه انوفا بروف مع التيتشرز تيم بتوعهم، ان شاء الله هيقدموا بريباريشن كورس للطلبه اللي هم داخلين ان شاء الله على جريد 9 او لاي طالب داخل على الاي جي، هيبقى في بريباريشن كورس هيتعمل في السمر في الصيف ده باذن الله تعالى، عشان نخلي الطالب يبقى متمكن وواثق في السكيلز بتاعته. وهي بيبقى بريباريشن كورس لطيف ظريف كده صغنطوط يعني، علشان بس يبقى الطالب واثق في نفسه ومعاه ادواته. ده ان شاء الله باذن الله انوفا بروف هتبقى في السمر ده باذن الله. طيب طيب اوكي ياسين عمر، طيب حضرتك بتتكلم على ان حضرتك عايز تشترك في حوار البريباريشن كورس، طيب حضرتك استاذنك تبعت لهم على الواتساب عشان يسجلوا رقم حضرتك، اي حد هيشترك في البريباريشن كورس استاذنه يبعت على الواتساب رقمه ويبعت يقول ان هو ابنه في جريد كام وعايز ماده ايه في مسج كلها واحده، علشان انوفا بروف تيم هيجمع كل الداتا دي اوكي ويتواصلوا مع حضرتك، فعشان ما حدش بس حرام يتنسى في النص. بس او ليفل ينفع حد ياخد او ليفل بس؟ ممكن ياخد الثمان مواد الاو ليفل بس طبعا، بس هيخش هيبقى ادبي بقى يعني. طبعا لازم عشان يخش علمي لازم يكمل الاي اس والاي 2، وده هنتكلم عليه بتفرغ جدا برضو في السيشن بتاعت الكبار. عذرا. نفس يا جماعه ده انترناشونال سيستم، ما تقلقوش خالص، نفس لو كنت في اي دوله ونقلتي، بس اهم حاجه اوراقك تكون معاكي. ايه البورد المناسب للبايو؟ طيب انا هحاول افيدك من خبرتي الجميله في ماده البايو يعني. انا فيزيكس قلت لكم يمكن في الاول، بس هرجع فيزيكس افيدك بموضوع البايو. في طلبه كتير جدا بتعتمد على الهيومن بيولوجي. الهيومن بيولوجي ده بورد ايدك سل، وزي ما قالت باشمهندسه هبه الله، الفرق ما بين ايدك سل وكامبريدج هو في البورد، هو نفس السبجكت بس يعني. وخليكي مريم تبعي ضروري جدا السيشن بتاعه الاو ليفل، هيفيدك جدا جدا. برجع عيد تاني، الطلبه اللي في جريد 10 11 12 يتابعوا كويس قوي، عشان ليهم سيشن ان شاء الله باذن الله تعريفيه ثانيه خاصه بالبوردز وخاصه بحاجاتهم يعني. اوكي اوكي انفايرمنتال ساينس. اوكي في جريد 6، من جريد 1 لجريد 6 هو بيدرس جنرال ساينس. اوكي ممكن الانفايرمنتال ساينس دي زي زي ايه، زي السوشيال ستادز كده بس بالانجلش يعني، بس دي مش من مواد كامبريدج، لان انفايرمنتال ساينس دي بياخدها لما بيكبر في جريد 10، ماده من المواد الاساسيه، ماده او ليفل عادي ممكن ياخدها وينجح فيها ويجيب فيها جريد كمان، بس في الصغيرين لا.
هل نقدر نسجل في مدرسة في مصر وإحنا عايشين في الخليج وننزل على الامتحانات فقط؟ أعتقد حضرتك ممكن طبعا، بس الحقيقي المدرسة يعني، وبرضو على حسب شروط المدرسة خلي بالك، يعني في مدرسة تقول لك لا ده شرط كده. ايوه يا ياسين صح، اسمه ساينس من 1 ل 6. ايوه اسمه جنرال ساينس، برافو ياسين. ارجع اقول برضو لآلاء المواد اللي ياخدها عشان يدخل طب. استاذنك يا آلاء تابعي معانا في السيشن الخاصه بالكبار، لان هم هيقولوا لك، هيبقى ساعتها عندك بقى حاجات كتير قوي هتستفادي منها فعلا يعني. بعد اذنك مس نورهان، اوكي هو انا حطيت لهم لينك كده للبيرنتس يعني، وان هو لو حابين يشوفوا ايه هي الـ ايه نوع الـ 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 المواد اللي ممكن يدرسوها في الـ يعني من 10 ايوه اباف، فهي حتى مترتبه ابجديا يعني لحد يعني ممكن يبصوا، ممكن تبصوا عليها لحد ما نلتقي ان شاء الله في السيشن التعريفيه دي. احنا بالظبط. هنكلم انوفا بروف تيم ان شاء الله ان هم يعني يجو اهد بسرعه في حوار ان شاء الله السيشن الثانيه، السكند اورينتيشن الثاني باذن الله تعالى. اعتقد هم يعني هيعملوا ده as soon as possible جدا جدا الفتره اللي جايه. السيشن دي ريكوردد، محدش يقلق، السيشن دي ريكوردد وهتترفع على اليوتيوب تشانل، وكانت اللينكس كانت طالعه هنا. فأي حد من الكبار عنده أسئلة على خاصة بالكليات يستنى بس معانا على ده، هو ممكن أو ايه يبعتنا يعني، على الواتساب. طبعا هي الاحسن انها طبعا تتشرح، لان هي برضو فيها ما ديتيلز يحتاجش كتير بالانجلش، هتتشرح فحلو جدا ان يبقى في سيشن تشرحها بإذن الله للبيرنتس هيبقى فيه سيشن. باستفاضه. بس برضو ده اللينك بحيث ان لو حد حابب يبص بنفسه أوكي او يبقى عنده فكره قبل السيشن برضو، بحيث انه يبقى عنده، لو عنده اسئله تبقى اوضح يعني. ممكن اتمنى ان اللينك يكون مفيد يعني ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. اعتقد انا جاوبت على سؤالك يا معاذ. ايوه في والله بريباريشن، حد من انوفا بروف تيم يا جماعه ياخد الكونتاكت بتاع معاذ، لان هو يعني سال سؤال كذا مره. والله العظيم يا معاذ في بريباريشن كورس، ما تقلقش يا حبيبي، احنا جنبك وهنساعدك والله ما تقلقش. If I were to switch from American to IG in grade 9, what are the advices that you can give me؟ زي ما باشمهندسه هبه قالت، هيكون عندك الابيليتي ان انت تخش جريد 9 عادي جدا من امريكا لاي جي، ما فيش مشكله. بس لازم تبقى حاطط في بالك كويس جدا ان الاستراتيجي بتاعت مخك هتتغير. يعني بدل ما كنت بتحل اسئله مالتيبل تشويسز، بدل ما كان في عندك مثلا مش لازم ان انت تكتب ورك اوت، وان الموضوع هيبقى ماشي عادي في الامريكان لو كتبت الفكره بس هتاخد الدرجه، لا، في الاي جي بيبقى محتاجين الحاجات ديتيلد شويه، بيبقى محتاجين ان انت تخلي بالك مثلا من ميجرنج يونت، تخلي بالك مثلا من مثلا كي وورد تبقى كاتبها صح. ده بالنسبه لهم مهم يعني في الاي جي. فانت بس محتاج انك تعدل الاستراتيجي بتاعتك في تفكيرك بس، وتذاكر طبعا. Is Cambridge better for biochemistry and physics؟ احنا قلنا بقى it depends على الطالب اصلا هو حابب يدرس ايه. احنا قلنا it depends على الطالب هو حابب يدرس ايه، مفيش حاجه اسمها better ولا مش better، هما نفس السيلبس بس بيختلفوا في الكيرف. المواد المؤهله، بقول تاني المواد المؤهله تابعونا ان شاء الله باذن الله هيبقى في اورينتيشن as soon as possible. لا يا ريم، هي انت بتقولي انا سمعت ان في دول بيدخلوا الجامعه بعد الاي جي اللي هو يعني جريد 10. لا طبعا مستحيل. هو ممكن بدل ما ياخد الثلاث سنين، في طلبه بيبقوا ما شاء الله بيعصروا على نفسهم جدا وياخدوها في سنتين، يعني ياخدوها جريد 10 و11 او جريد 10 ويبقى عندهم جاب هير. في طلبه بتعمل كده، يعني اللي هو ايه، ببقى خلص كل المواد اللي عاوزها، يعني بيبقى دور على الكليه وعارف الكليه عايزه كام ماده، وهو خلاص حاطط لنفسه تارجت انا هدرس المواد دي وان شاء الله هجيب ستار في المواد دي، فبالتالي خلاص انا هجو اهد. فبتلاقيه اخد خلص الدبلومه الاي جي سي اس اي على سنتين، بيبقى عنده جاب يير، يعني بيبقى عنده سنه فاضيه كده بيقعد بقى ايه هاف فان بقى ويلعب وبتاع. لا طبعا يعني، بس هو بيبقى بالنسبه له بتبقى فاضيه خالص. فلا مش بعد 10، ممكن بعد 11. اوكي، ده في حد صغنن بيسال على جريد 1.
اوكي جريد 1 سورسز حاضر حضرتك بعدنا بس على الواتساب عشان نقدر ان احنا نبعت لحضرتك. حاضر. بس حضرتك ما حددتيش سورسز لايه؟ لاي سبجكت يعني؟ اوكي انا شايفه ان انا جاوبت على اغلبيه الاسئله. حبيبي منا اللي بتسال على الكيرف، الماده اللي كيرفها عالي يعني افضل واكون مبسوط لما اختار الماده اللي كيرفها عالي؟ لا حبيبتي، الكيرف ده بيبقى بعد الكوركشن، الكيرف ده بيبقى تقييم مدى مستوى الامتحان، ومش بيبقى دايما، مش بيبقى دايما الكيرف عالي. ممكن في سنه من السنين الامتحان يبقى صعب جدا فيبقى الكيرف واطي، لان اعلى درجه عندي بقت مثلا واحد جايب مثلا 80% ده اعلى درجه، يبقى ده اللي جايب امتياز. فاهم قصدي؟ فهي ما بتتقاسش كده، فاهماني؟ وممكن سنه من السنين يبقى الامتحان سهل جدا فيبقى عندي واحد جايب 98%، اذا الامتياز هنا عندي اختلف بقى 98% بدل ما كان السنه اللي فاتت 80. فهمتي المعنى اصلا الكيرف؟ فهمتي الفكره؟ فالفرق ما بين كامبريدج وايدكسل ان ايدكسل يعني طيبه حنينين كده عادي، كيرفاتهم مش يعني مثلا مش لازم الطالب يجيب او ينقص درجتين او ينقص كذا عشان يجيب ستار مثلا، لكن كامبريدج شويه بيبقوا شداد شويه صغيرين يعني، بس الفرق مش كبير يعني، بس يعني شويه صغيرين. ده بالنسبه لنا. طيب ده سؤال كويس جدا يعني. هو حد كان بيسال هل فعلا طلبه الاي جي ليهم نسبه معينه لدخول الجامعات الحكوميه؟ ايوه دي حقيقه، بس اللي عايزه اقوله لحضراتكم ان ايا كانت النسبه، طلبه كتير جدا في طلبه الاي جي بيدخلوا طب وصيدله وهندسه وطب اسنان وكليات قمه، بل بالعكس ده الاكبر من كده، ان الطالب يبقى عنده الاوبورتيونيتي انه يقدر يقدم على منحه من الجامعات، من المنح للجامعات الدوليه، ويبقى ليه الاولويه عن اي طالب في اي شهاده ثانيه، فدي ميزه حلوه جدا يعني. وحتى في الجامعات الخاصه خلي بالك بيبقى ليهم منح، ولكن لا يعني انا بطمنك جدا من الموضوع ده. طيب استاذن فريق انوفا معلش تاني، يا ريت يرفع اللينكات بتاعت الواتساب للناس بتسال عليها، فاستاذن تاني يا ريت انوفا يرفع لي اللينكات بتاعت الواتساب وبتاعت التليجرام. ما انا قلت لك بقى يا عمار ممكن يخلصوا على سنتين الاي جي سي اس اي، ياخدوا 10 و11 عادي ويبقى عنده جابير، بس عادي هيتخرج مع زمايله بقى يعني، لو في مصر لازم يتخرج مع زمايله، شايفه يتغير يتخرج كده في نص السنه يعني. في ماده اي سي تي بيتم دراستها طبعا بيدرسوها من اول يير 1 اصلا، لكن بتبقى عليها ماده يعني ماده داخله في المجموع في جريد 10. ميرسي يا ادم ذوقك، ميرسي على ذوقك. طيب اعتقد كده انا تقريبا جاوبت على اكتر يعني ثلاث ارباع الاسئله تقريبا. بعتذر لو كان في اي سؤال وقع مني عن غير عمد، والله بعتذر جدا. سعيده جدا 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 ان احنا قدرنا يعني، اتمنى ولو كنا بفرق صغير قدرنا نساعد ان احنا نضيف لحضراتكم معلومات. برجع اقول تاني احنا we will be able ان احنا نستقبل كل الـ الاسئله على الواتساب. احنا موجودين على الواتساب بنقرا الاسئله بتاعت حضراتكم، هنجاوب عليها، وممكن كمان لو استدعى السؤال ده ان نتجاوب برايفتلي يعني نبعت رساله برايفت للرقم ده، احنا فعلا هنعمل كده. انا سعيده جدا بوجودي مع حضراتكم، سعيده جدا بوجودي مع باشمهندسه هبه الله يوسف ومع ميس فاتن. انا اسعد والله ومتشكره جدا يعني، كان اكسبيرينس لطيفه، واتمنى ان يكون فعلا افكتيف وساعدت الناس، ولو في اي كويستشنز طبعا احنا موجودين نجاوب باذن الله. باذن الله تعالى. سعيده جدا جدا بوجودنا مع انوفا بروف، ان هم اتاحوا لنا الفرصه بصراحه، وان احنا نقدر ان احنا نعمل الاورينتيشن ده. وبرجع اعيد تاني عشان الطلبه تطمن، يا جماعه اي طالب يقدر يدخل نظام الاي جي، الموضوع مش صعب، اي طالب بيقدر يلتحق بيه عادي جدا 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 جدا. وعشان كده انوفا بتوفر لك برضو الفرصه في البريباريشن كورس، ما تقلقش احنا جنبك، نقدر نعمل بريباريشن كورس لطيف جدا بالنيدد، بالحاجه اللي انت محتاجها يعني، مش هنديك اي حاجه وخلاص، لا الحاجه دي بتكون انت محتاجها عشان تقدر يعني
تكتسب السكيلز بتاعه الاي جي، لكن انت كطالب لازم تكون واثق في نفسك وفي قدرتك، وزي ما قالت ميس فاتن انت كطالب لازم تبقى عارف نقط القوه بتاعتك، لازم تبقى عارف ان انت مستقبلك مهم جدا جدا جدا، انت بتبني مستقبلك من دي 1 من اول ما بتدخل. لكن ان شاء الله احنا موجودين جنبك عشان نساعدك. وبكرر تاني كلامي لجريد 10 و11 و12، استنوا تاني الاورينتيشن الثانيه باذن الله. احنا هنكلم انوفا بروف تيم ان هم يعملوا الاورينتيشن الخاصه بجريد 10 و11 و12 بالبوردز، بالريكويرمنتس بتاعت الكليات، بازاي الطالب لو عايز يدخل كليه طب يخش انهي تراك، لو عايز يدخل كليه هندسه يدخل انهي تراك ويختار انهي ماده. ان شاء الله باذن الله تعالى هتكون الاورينتيشن دي بالظبط as soon as possible اول ما انوفا بروف يخلصوا. بس انتوا تابعوا البيج بتاعتهم، تابعوا الواتساب، هيبلغوكوا الاورينتيشن دي ان شاء الله. ان شاء الله تكون امتى؟ انا متشكره جدا جدا بوجودي معاكم، شكرا لحضراتكم ولتشريفكم لينا، واحنا جاهزين لاي سؤال تقدروا تسالونا عليه ان شاء الله النهارده بكره بالكثير هنكون بنجاوب على كل الاسئله. شكرا جدا جدا، والسلام عليكم، واتمنى لكم يا رب كده يعني تصبحوا على خير.